مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده هنتكلم عن تفعيل مبادره الرئيس حول المشروعات الصغيره والمتوسطه، هنتكلم مع البنوك، وهنتكلم ايضا مع المجلس الاقتصادي التخصصي، ونتكلم ايضا مع شركه مايكروسوفت احدى الشركات التي قابلت السيد الرئيس منذ ايام وعندها مشروع لكلاستر او لمجمع لمشروعات صغيره ومتوسطه. هنعرف كيف يمكن تفعيل هذه المبادره، البنك المركزي قام بدوره، اوصى البنوك بان هم يوفروا من محفظتهم الائتمانية يعني حتى 20% من الائتمان على مدى 4 سنوات بقيمة 200 مليار جنيه. كيف سيتم توظيف ده، كيف سيتم تفعيله على الأرض، هو ده اللي هنحاول نعرفه النهاردة، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد أي اقتصاد نامي. والحقيقة أن احنا أيضا خلال الأيام القادمة ومن بكرة هنتعرف مرة أخرى على تجربة الصين، وتجربة الصين تجربة مهمة جدا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي عماد المشروعات التي أقامت الاقتصاد الصيني. غدا الرئيس الصيني يقوم بزيارة رسمية كانت مؤجلة منذ عدة أشهر، بعد بكرة سيصل الرئيس الصيني، والحقيقة أنه عنده مجموعة من الجولات، هيكون عنده زيارة مهمة جدا للأقصر، زيارة لشمال غرب خليج السويس، زيارة أيضا متوقعة ربما للبرلمان المصري، لقاءات مهمة، عدد كبير من الاتفاقات المتوقع أن توقع على الهامش زيارة الرئيس الصيني. مصر مهتمة جدا بهذه الزيارة، لكن في نفس الوقت علينا أن ندرك ما هو موقف الاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني الآن يقود الحقيقة تراجع الاقتصادات في العالم أجمع، في تراجع بحوالي 500 مليار دولار في الاحتياطات الصينية. طبعا احنا بنتكلم في احتياطيات بتريليونات، يعني فال 500 مليار دي يا جماعة ما تمثلش حاجة بالنسبة للصين. معدل النمو في الصين بعد ما كان لسنوات طويلة منذ الأزمة الاقتصادية في 2008 بيناهز 10%، احنا بنتكلم في معدل نمو تراجع إلى 6.9%، ويعني متوقعين أرقام الكورتر الرابع أو يعني الفصل الرابع من العام بتراجع أيضا في معدلات النمو. هذا التراجع في المعدلات بيقود العالم لحالة من البانيك، في حالة من الرعب في الأسواق، في حالة من الرعب طبعا نتيجة انخفاض أسعار النفط، لأنه لما بيتراجع الاقتصاد الصيني وهو أقوى الاقتصادات الآن أو ثاني أقوى الاقتصادات الآن، بيؤدي ده إلى خفض استهلاك النفط، بيؤدي ده إلى التأثير على العملات المختلفة، الإيوان لم يعد يعني منخفض التكلفة زي ما كان، ولم يعد سعر صرفه منخفض زي ما كان ودخل في سلة العملات، أيضا التكلفة العامل الصيني لم تعد منخفضة بالشكل اللي كان موجود في الماضي. إذن لما الصين بتتراجع معدلات نموها ده بيقود العالم كله لتراجع معدلات النمو. لكن هل ده هيؤثر على هذه الزيارة؟ لا، ممكن حد تاني يقرأ هذا الأمر بشكل مختلف أو بقراءة مختلفة، أن الاقتصاد الصيني لديه حجم احتياطيات كبيرة ولديه استثمارات يريد أن يستثمرها في الخارج. معظم المشروعات اللي هيتم توقيعها غدا أو يعني بعد غد وخلال هذه الزيارة، حوالي 34 مشروع، كل مشروع جاي تقريبا بالتمويل بتاعه، التمويل بتاعه يأتي من بنوك صينية أو من الصين بتسهيلات معينة وبطريقة معينة، طبعا دي كلها قروض، يعني أنا المشروعات اللي هتبقى موجودة دي كلها قطار المكهرب، قطار نقل البضائع، كل ده مشروعات أنا بدفع ثمنها كدولة. مرة أخرى دي مش ضخ FDI، مش ضخ استثمارات، لا أنا بتكلم يا إما مشاركة يا إما هم هيخشوا مشاركة يا إما هيخشوا بتمويل، لأن معظم دي مشروعات حكومية تطلبها الحكومة، وبالتالي دي كلها تأتي بتمويلها وهي قروض تسدد على فترات ربما متباعدة بفترة سماح. لكن هذه زيارة مهمة جدا، متوقعين أن هو الحقيقة في الأقصر تكون هناك احتفال مهم
المعيب في معبد الأقصر ب 60 عام على الصداقة المصرية الصينية، وده احتفال بتعدله مصر بقالها فترة، مصر والصين طبعا بيعدلوا بقالهم فترة. أيضا زيارات مختلفة سيقوم بها الرئيس الصيني لمختلف المشاريع في مصر، منها زيارة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإحدى أهم الشركات اللي مستثمرة في الصينية المستثمرة في مصر هي شركة تيدا الصينية، اللي مؤخرا أخذت 6 كيلومترات من منطقة غرب خليج السويس للاستثمارات في المرحلة المقبلة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نتابع هذه الأخبار. في أول مشروعات محور تنمية قناة السويس، بدأت شركة تيدا الصينية أعمال تطوير 6 كيلومترات لأراض صناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس بإجمالي استثمارات يبلغ 230 مليون دولار. استثمارات شركة تيدا في مصر هي مقسمة لمرحلتين، هي المرحلة الابتدائية هي بتبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع، تم تطويرها على أكمل وجه زي ما حضرتك شايف تطوير منتهى. المشروع القادم أو المرحلة الثانية هي المنطقة الامتدادية لمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري، هي منطقة بمساحة 6 كيلومتر مربع. ما يحدث إن إحنا عندنا حسب القوانين 10%، واحنا شفناها النهارده هم عندهم 10% من العماله الاجنبيه و90% من العماله المصريه. نقل الخبرات من العماله الاجنبيه الى العماله المصريه هذه قيمه مضافه وفائده كبيره جدا لمصر. وكانت اتفاقيات التعاون بين مصر والصين الموقعة مؤخرا قد نجحت في جذب أكثر من 31 شركة ومشروعا صناعيا، إلى جانب 25 مصنعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات عدة، منها مصنع جوشي للفايبر كلاس والذي سيرفع من حجم استثماراته في القريب العاجل، بالإضافة لمدينة ملاهي متكاملة. محور قناة السويس هو يعني الزبدة والعسل اللي هناكل منهم المدة الجاية لما نتطور من الشمال إلى الجنوب. في نقطة في الشمال ابتدت، ودي نقطة في الجنوب هتبتدي النهاردة إن شاء الله والبقية تأتي. 150 مليون دولار هي حجم الإنتاج بتلك المنطقة الصناعية حاليا، بخلاف فرص العمل التي تقدر بالآلاف، أرقام ستتضاعف بكل تأكيد مع انتهاء تطوير 6 كيلومترات الجديدة. طارق أحمد، هنا العاصمة. معي على الهاتف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا اهلا بك. يعني من المشروعات المتوقع ان توقع غدا مع الجانب الصيني مشروعات للكهرباء، لو تدينا عدد، يعني تدينا ملمح عن هذه المشروعات. ايوه، احنا ان شاء الله هنوقع 6 مشروعات تقريبا او 6 اتفاقيات، منهم اتفاقيتين اطاريتين، واحده منهم مع بنك التصدير والاستيراد الصيني اللي هو اكزيم بانك، ده عشان دي اتفاقيه اطاريه عشان تحدد يعني بتساهم لتمويل مشروعات قطاع الكهرباء. ايضا في اتفاقيه اطاريه ثانيه مع مؤسسه تامين الصادرات الصينيه، برضه بغرض تامين تمويل المشروعات، ده مع ساينوشور. في بقى 3 عقود مشروطه تتوقع مع شركات ل 3 مشروعات رئيسية كبيرة جدا، واحدة منهم اللي هي مع شركة ساينو هايدرو، دي خاصة بمحطة ضخ وتخزين اللي هي بامبنج باور ستيشن. المحطة دي قدرتها 2000 ميجا وات، تقريبا بيأدي قدرة سد العالي عشان على قد ايه؟ امال ايه؟ دي بتتعمل ساعة طاقة، دي المحطة لها نوع خاص يا فندم، هي بتقدر تساهم في نوع من تخزين الطاقة لما نشتغل مع الطاقات الجديدة المتجددة. وقت بقى ما يكون في عندي شمس صبحية أقدر أستخدم الطاقة بتاعتها إن أنا أرفع المياه إلى ارتفاع ليفل من رقم إلى حوالي 600 متر أعلى، بحيث إن وقت بالليل بقى ما يكونش فيه طاقة شمسية ولا حاجة، أقدر أنزل المياه دي تاني وأولد منها الكهرباء، أقدر أولد منها حوالي 2100 ميجا وات عشان تدفعنا في وقت الذروه. المحطه تقريبا تكلفتها حوالي 2.3 مليار دولار. العقد الثاني مع شركه دونج فانج الصينيه، دي شركه زارها سياده الرئيس لما كان في الصين في ديسمبر عام 2014، دي من الشركه من كبرى الشركات الصينيه في هذا المجال، لها سمعه عالميه كبيره، ودي هتبقى دعم المحطه في الحمراوين على البحر الاحمر، محطه انتاج طاقة كهربية في حدود 1900 ميجا وات،
عباره عن ثلاث تربينات كل واحده منهم 660 ميجا، ودي بتشتغل بالفحم النظيف اللي مطابق لمقاييس البيئه العالميه طبقا للبنك الدولي. طب سيد الوزير، يعني هذه المشروعات تمويلها منين؟ التمويل هنا ما احنا اخدين شروط تمويل جيده جدا من الجانب الصيني. دايما حضرتك مثلا المحطات ديت لفتره سماح 5 سنوات والرد بعد كده استرداد القروض على 10 سنوات بفائده معقوله جدا. فيعني هي عشان كده احنا بنوقع الاتفاقيات الاداريه مع بنك التصدير والصادرات وده السبب كده. فمعظم هذه المشروعات جايه بتمويلها من الصين، بتمويلها لكن بفترات سماح وبفوائد. فوائد اخبارها ايه؟ الفوائد معقوله جدا يعني قليله بالنسبه لامور اخرى، لان طبعا يعني في ظروف احنا يعني اشتغلنا مع الصين خلال الكلام ده على فكره شغل سنه كامله، يعني مش يعني احنا دراسات كبيره قائمه كانت مع قطاع الكهرباء ومن هذه الشركات خلال عام 2015 كله بالكامل. يعني اللي بيحصل النهارده هو تطوير لمجهود كبير تم خلال العام 2015. يعني احدى لما كنا اتكلمنا مع شركه تيدا الصينيه كان احدى المشكلات اللي كانت بتواجههم والمعوقات بيقولوا انه يعني موضوع الكهرباء، ان ما فيش طاقه متوفره. هل هذه المشروعات هتوفر الطاقه بشكل كافي؟ يعني هتزود لنا توتال كام ميجا وات يا سياده الوزير؟ لا لا، اللي توفر الطاقه اللي اسرع من كده قوي بقى اللي هي المحطات بتاع سين. اللي اقول لسيادتك انا كل اسبوع اجتماع مع محطات سين، اللي هي الثلاث محطات، الواحده منهم 4800 ميجا اللي ان شاء الله اول جزء منها يدخل في ديسمبر 2016 في السنه دي باذن الله، يدخلوا على الشبكه 4400 ميجا، وفي ديسمبر 2017 ندخل يزيد الرقم من 4400 يوصلوا الى 8800، وبعدين في مايو 2018 نصل الى 14400. ده بيدينا بقى فندم يعني فتره هائله يعني رائعه، ان عندنا قدرات كافيه تكفي الاستهلاك المحلي والاستثمار والصناعه. يبقى يعني وممكن نصدر منها كمان ان شاء الله. يعني انا بصراحه ماشي برضو ايضا في مساله الربط مع الدول العربيه، ويمكن اهم المشروع في الربط حاليا مع السعوديه بخط يربط لغايه تبادل لغايه 3000 ميجا، ونستطيع بقى ايضا ان نصل الى مرحله ان شاء الله تكفي المطلوب في اللوكال ماركت، يعني في السوق المحلي. وايضا ان شاء الله لو حب من الدول العربيه المحيطه ان احنا نقدر نتبادل معاهم في الكهرباء فنستطيع هذا الامر ان شاء الله. مشكورك. قبل ما انسى اقول لحضرتك برضه شركه شنغهاي الكتريك دي محطه برضه بالفحم بتتعامل برضه في الحمراويين فيها 4 تربينات والقدره بتاعتها الكليه حوالي 2640 ميجا ان شاء الله. ده كله الحقيقه اخبار سعيده. بشكرك شكرا جزيلا سيد وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، معايا ايضا سيد وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي. دكتور جيوشي مساء الخير. يعني اعتقد في مشروعات نقل مهمه، يمكن الخط قطع. طيب، من المشروعات المهمة اللي متوقع ان هو يتم توقيعها في قطاع النقل عقد القطار المكهرب او الالكتريك يعني قطر في من مدينة السلام لمدينة العاشر من رمضان، تمويله بتكلفة 1.5 مليار دولار بيتوقع خلال 24 شهر. ايضا في قطار اخر لنقل البضائع من بلبيس والروبيكي، وفي مجموعه من مشروعات النقل المختلفه هيتم توقيعها خلال زياره الرئيس الصيني. وزي ما قلت لكم كل هذه المشروعات تاتي بتمويلها من الصين. الصين يعني عندها فائض من الاموال تريد ان تستثمره في الخارج. ده لا علاقه له بانه في تراجع بالفعل في طبعا معدلات النمو الصينيه، معدلات النمو الداخليه في الاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني وصل لمرحله معينه انه معدلات النمو نتيجه كمان العمله، نتيجه طبعا تحرير سعر العمله ونتيجه او رفع سعر العمله ونتيجه كمان ارتفاع اسعار العماله، كل ده ادى الى تراجع معدلات النمو في الصين. طيب معي على الهاتف السيد وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولي. سيد الوزير مساء الخير، ايه اهم المشروعات اللي انتوا هتوقعوها مع الجانب الصيني في خلال الزياره؟ اظن العاصمه الاداريه جزء منها. يا فندم ان شاء الله اولا مساء الخير على حضرتك، ان شاء الله يمكن كان هناك المشروع الكبير هو العاصمه الاداريه، المفروض ان شاء الله هنوقع الاتفاقيه الاداريه لمشاركه مع او يعني لدخول شركه صينيه معانا كمنفذ للمشروع ان شاء الله، انها تقوم باعمال التنفيذ فيما يخص منطقه
الوزارات ومبنى مجلس الوزراء وقاعة المؤتمرات الكبرى وأرض المعارض، بالخلاف عدد آخر من المباني الإدارية والحكومية. ده منفذ يعني زي زي ديفلوبر يا دكتور ولا إيه بالظبط؟ ولا ومعاها كمان يا فندم قرض كمان معاهم، هم داخلين دي كمان يا فندم. هم كمنفذ، هو كقرض واخدينه هناخده ليه جزء منه ينفذ بيه هذه المباني، ولكن المهم ان هم الشركة دي اكبر شركة مقاولات في العالم اللي هي رقم واحد، ونجحنا انها تدخل في تحالف مع شركتين حكوميتين للمقاولات اللي هم شركة المقاولين العرب وشركة بتروجيت اللي هم تابعين للدولة، بحيث ان الثلاث شركات مع بعض يبدأوا تنفيذ هذه المرحلة الاولى من العاصمة الادارية ان شاء الله. التمويل يا دكتور؟ التمويل من خلال قرض زي ما قلت لحضرتك من الحكومة من الصين نفسها إن شاء الله، بحيث إن هو بندخله ضمن المشروع بتاع العاصمة الإدارية. شروط التمويل إيه؟ إيه على حيبقى إن شاء الله على 15 سنة حضرتك السداد، منهم 5 سنوات فترة سماح. إحنا هننفذ المشروع ده في خلال 2.5 سنين إن شاء الله، 2 إلى 2.5 سنين على الأكثر. حجم التمويل حجم التمويل قد ايه؟ نعم يا فندم، حجم التمويل قد ايه يا دكتور؟ احنا بنتكلم على السقف بتاعه هيبقى في حدود ال 3 مليار يا فندم دولار. 3 مليار الرقم نفسه هيوصل او هيتحدد بناء على التصميمات النهائيه للمباني والتكلفه النهائيه اللي احنا هنبقى نحددها من خلال الرسومات. لكن خليني اقول لحضرتك ده طبعا هيبقى اللي معني دي هي الشركة اللي الدولة بتنشئها حاليا اللي هي هتبقى مسؤولة عن إدارة وتنمية العاصمة الإدارية. لكن سؤال يا دكتور، هي اللي هتبقى مسؤولة عن هذا القرض يعني. لكن احنا بنتكلم دلوقتي انه العاصمة الإدارية بقرض ينفذ على ايه؟ انتوا بتتكلموا في سنتين؟ ده حضرتك المرحلة الأولى دي كلها اللي أنا قلتها، المباني الوزارات، مبنى المجلس الوزراء، هناك ايضا تصور للبرلمان، بالاضافه الى مبنى قاعه المؤتمرات الكبرى وارض المعارض الجديد. طيب فقط شركتي الحكومه الاثنين الشركات الحكومه دول اللي هيكونوا موجودين مع الشركه الصينيه؟ مفيش شركات قطاع خاص؟ دول اللي هم داخلين معاهم كتحالف بصوره مبدئيه، لكن طبعا من المتوقع ان هم يدخلوا معاهم بعد كده شركات اخرى ايضا من القطاع الخاص، لان اغلب هذا المشروع هيبقى بينفذ من خلال العمالة المصرية والخامات المصرية، وده الاتفاق مع الجانب الصيني على هذا. هل في مشروعات عندنا مشروع اخر مهم جدا وهو مشروع الصرف الصحي للقرى، واحنا مدخلين ان شاء الله في 264 قرية باذن الله، هيدخلوا باجمالي تمويل $1 مليار، ودول قرض ميسر هيبقى ان شاء الله على فترة سداد اكتر شوية، هيبقى حوالي 25 سنة. بشكرك دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، متحدثا عن مجموعة من المشروعات التي سيوقعها الجانب الصيني مع الجانب المصري خلال الزيارة التي تبدأ بعد غد، وزي ما قلت لكم زيارة فيها أجزاء أخرى مختلفة من المشروعات والزيارات، ونتمنى أنها تكون زيارة جيدة. النهاردة يعني استكمالا للأخبار اقتصادية، النهاردة إحدى الشركات المدرجة في البورصة، شركة مجموعة بورتو جروب، قررت إنها تشتري أسهم خزانة بقيمة 125 مليون سهم بقيمة 38 قرش، يعني حوالي 22% من سعر سهم النهاردة. والحقيقة انه ده له دلالة مهمة جدا، وحنحاول نسمعها من الأستاذ منصور عامر دلوقتي، لكن له دلالة مهمة جدا. اولا انه طبعا احنا شايفين انخفاض الأسعار الأسهم في الأسواق العالمية والأسواق الخليجية والسوق المصري، يمكن النهاردة السوق رد شوية، لكن الأسعار الأوراق المالية
مش الأسعار الحقيقية، ولا تعبر لا عن قيمة الأوراق المالية ولا عن قيمة الشركات، ولا تعبر حتى عن أداء الشركات. يعني الشركات الحقيقة بعضها عامل أداء جيد، منها عامر جروب عاملة أداء ممتاز، ومع ذلك نلاقي الأسعار منخفضة. فبالتالي قرار الشركة بأن هو يشتري أسهم خزانة، وأنا هنحاول نفهم الناس بالراحة يعني إيه بيشتري أسهم خزانة، ده دليل ثقة في الاقتصاد المصري أولا، دليل ثقة في أن أداء الشركة هو أداء متماسك وجيد، وأن ده مش السعر الحقيقي للورقة، وأن كل هذه الأسعار هي أسعار متراجعة لأسباب مختلفة خارجة عن الإطار الاقتصادي الموجود دلوقتي. معي على الهاتف السيد منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب. أستاذ منصور مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي فهمت؟ اشرح لي بالظبط عملتوا ايه وكام سهم اشتريته، وده معناه ايه بالنسبه للناس المستثمرين بتوعكم جوه البورصه؟ هو ببساطه شديده انا بمثل حضرتك عامر جروب وبورت جروب. احنا شايفين طبعا اللي بيحصل في السوق ده كلام يعني اسعار متدنيه جدا للاسهم، لا تعبر عن واقع شركاتنا او شركات المصريه الاخرى. يعني الواقع الحقيقه ان النهارده الاسهم المصريه بتتباع بديسكاونت رهيب جدا جدا، لا يعبر عن واقع الشركات دي وعن واقع ادائها المتميز وعن مدنياتها وغيرها. فبالتالي احنا وجدناها فرصه كمجلس اداره الشركتين، النهارده كان عندنا اجتماع مجلسين ورا بعض، وخدنا قرار قلنا والله طب احنا هنشتري الاسهم. السهم النهارده بورت جروب بكام؟ 31 قرش النهارده قافل. احنا نشتريه بكره بمكسب 22.5% ب 38 قرش. يعني اللي شرى السهم النهارده بكره احنا نكسبه فيه 22.5%، يعني ضعف اللي هيعمله في البنك لمده سنتين. معايا حضرتك؟ معاك. ده هيكلفك كام؟ ده هيكلفكم كام في الشركه يا فندم؟ دي يعني في الشركتين كل شركه تقريبا بتشتري تقريبا حوالي 50 مليون تقريبا يعني. انما لما نبص على عامر جروب النهارده السهم كان ب 35 قرش. احنا برضو عارضين بكره ان احنا نشتري من ناس، بنقول لهم يا جماعه هذا السعر لا يمثل السعر الحقيقي للكتاب، واحنا جاهزين احنا نشتريه بزياده 43 قرش، يعني 22.5 برضو في المية. يعني فارق اللي اشترى النهارده من اللي ممكن بكره يبيع لنا احنا كشركه، احنا بيكسب فيها 22. بس ده مش هيأثر من قيمه المحطة. ده مش هيأثر على السيوله عندك في المجموعه؟ لا 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 لا، احنا عندنا عاملين حسابنا على كل هذا الكلام، واحنا احنا بنفسنا شايفينها بالاسعار دي. لا احنا عاوزين نشتري بقى، يعني احنا ننزل الـ 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 المفروض انه في نسبه متداوله في السوق من الاسهم دي، فاحنا بنعرض عرض شراء برو راتا، بنقول لكل واحد أيوة صاحب اسهم موجود احنا بنقول له احنا نشتري منك. ده بقى استثمار في، يعني ده استثمار في الشركه. يعني انت ده معناه ان انت متوقع ان انت بعد سنه مثلا او بعد 6 اشهر تقدر تبيع الورقه دي او السهم ده بسعر اغلى، لانك انت كده لو ما عملتش كده هتخسر. احنا يا فندم مطلعين على واقع المجموعتين وعارفين واقع الاداء شكله ايه، وعارفين الشركات شكلها ايه وادائها المالي شكله ايه ومركزها المالي شكله ايه. فطبعا الاسعار بالكلام ده كلام يعني بالنسبه لنا، لا احنا عايزين احنا نشتري بقى. يعني احنا الى جانب استثمارات العقاريه احنا هنستثمر في الورقه نفسها كمان، ان احنا حتى لما بندفع له 22.5% زياده احنا شايفين لسه مساحه ليها تطلع فيها. وعشان كده بنقول للناس لو سمحتم يعني اسالوا مستشارين ليكم، اقروا ورق الشركات. مش بتكلم على شركاتنا احنا، انما في شركات في البورصه النهارده يعني قيمتها يا يعني حرام انها تتباع بالسعر ده، فهو وقت شراء حقيقي، ومش ده الوقت اللي انت تسيب. لا بالعكس، ده هو ده الذكي والشاطر هو اللي ينزل النهارده يشتري، لانه اسعار متدنيه تدني غير مبرر اولا، غير مبرر، ولا يعبر لا عن اداء الشركات ولا يعبر عن واقع اقتصاد موجود، ولا يعبر عن احنا مدام لبيس. احنا في حاجه مهمه جدا بنتابعها، ودي اللي بقول للناس خلوا بالكم منها، احنا بنتابع دايما سداد الشيكات بتاع الناس. هو ده اللي بيخوفنا. لو لقينا انه في اخفاق في السداد او في عدم انتظام في السداد الاقساط، هو ده اللي بيخلينا نبتدي نراقب شويه ونشوف الدنيا ماشيه. انما حتى الان السوق المصري ماشي بانتظام متميز، ما عندناش مشكله دي خالص. وبالتالي ما فيش اي مبرر ان انا اخاف، ما فيش اي مبرر ان انا ابيع ورقه. بالعكس،
وبالتالي عامر جروب هنا بتقول انه او بورتو جروب برضو بتقول انه الاثنين. انا بثق في الاقتصاد المصري وبثق في شركتي، وعشان كده بقول لك ان انا هشتريها بزياده 22% على بالظبط. انا بتعرف ان احنا عندنا قيد ان انا ما اقدرش اشتري باعلى من كده الا لما اروح اجيب تقييم مستشار مالي مستقل، قانون كده بيقول كده خلاص. فانا انا طلعت لغايه ما انا السعر اللي اعرف اشتري بيه من غير ما اروح اجيب مستشار بري مستقل. اوكي. انما لو اقدر اطلع اكتر من كده كنت طلعت. فاللي عايز اقوله ايه، وانا لا اتحدث عن شركتينا بس، انما بتكلم عن الناس، بقول لهم يا جماعه اقروا واستشيروا وشوفوا ميزانيات الشركات، ما تمشيش بس على بيع وسهم، شوفوا ميزانيات الشركات. في شركات عامله ارباح متميزه، في شركات عامله شغل متميز، في شركات عندها سيوله كويسه، وفي بانك غير مبرر، مشروعات مفتوحه، في بانك غير مبرر كدومينو ايفكت يعني، لكن في بانك غير مبرر. احنا انا ما اقارنش نفسي بدول بتروليه، انا عكس البترولي. انا عكس البترولي دخله انخفض، انا بالنسبه لي دعم الطاقه انخفض، يعني عكس صحيح يعني. فبالتالي احنا شايفين ان احنا واثقين تماما في اقتصادنا، شايفين انه في لسه مساحة كبيرة جدا للأسهم دي تتحرك فيها، شايفين السعر ده سعر مغري جدا بالنسبة لنا، وبالتالي حطينا 22% زيادة عنه كمان. يعني أنا يعني لما كسب واحد 22% في فلوسه في يوم واحد، ده كلام يعني كلام يعني قيمة استثماره في البنك سنتين. صحيح. بشكرك استاذ منصور عامر رئيس مجلس اداره مجموعتي بورتو وعامر جروب. ده احنا لازم نتابع نشوف الشركات كمان بتعمل ايه، لان فعلا اسعار في البورصه لهذه الايام هي اسعار غير مبرره على الاطلاق، انخفاض غير مبرر. تبريره الوحيد هو الدومينو ايفكت، ان انا لما اسواق الخليج بتنزل انا بنزل وراه، لان في ناس بتسحب بتحاول تظبط مراكزها فبتسحب استثمارات من هنا، وبيحصل بقى حالة البانيك المستمرة. يمكن أنا ما كناش يعني متعولمين قوي في أو مندمجين قوي في الاقتصاد العالمي في 2008، فقدرنا أن احنا نقف أمام الأزمة، لكن احنا دلوقتي الحقيقة مرتبطين اقليميا بالوضع. يعني احنا مرتبطين استثماراتنا واحتياجاتنا للاستثمار واحتياجاتنا للمعونات اللي كانت بتجيلنا، اللي بطلت تجيلنا لكن بيجيلنا معونات بترولية، كل ده اندماج اقليمي، وبالتالي انا بتاثر باللي بيحصل في الاقليم، ولكن انخفاض الاسعار هي غير مبرر، والنهارده البورصه ردت بشكل افضل كثيرا. طيب الحقيقه هنروح لخبر مختلف تماما النهاردة، وده خبر يخص الأقباط بشكل أساسي. النهاردة محكمة الأسرة أصدرت حكما نهائيا بالاعتراف بزواج مدني لمسيحيين مصريين في واقعة هي الأولى من نوعها. إيه أهمية ده؟ أهمية ده أنه بيعيد فتح الجدل مرة أخرى حول إمكانية الزواج المدني للمسيحيين، خاصة مع تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بتعليم الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأنه كمان الكنيسة الكاثوليكية عندها أيضا رفض للزواج، رفض للطلاق. ففي مشكلة بتواجه آلاف وعشرات الآلاف من المسيحيين في هذا الشأن. أن تقدم البعض بطلب للمحكمة بالزواج المدني، وده أول حكم نهائي يعترف بهذا الزواج المدني، وده هيثير جدل كبير جدا. معي على الهاتف الأستاذ سعيد عبد المسيح المحامي. مساء الخير يا أستاذ سعيد. مساء النور يا أستاذ أمين. يعني هذه قضية، يعني حضرتك اللي رافع القضية دي مش كده؟ يا فندم. طب قول لي يعني الآن ايه المكسب اللي انت حسيت ان انت حصلت عليه، والحقيقه ان الكنيسه اكيد هترفض ده. تمام. انا يعني بدايه انا مش الحكم ده مش ملزم للكنيسه وما فيهوش تعارض للكنيسه في شيء، وانا ما الموكلين عندي ما طلبوش اقامه الطقوس الدينيه والمراسم الدينيه داخل الكنيسه، لان الكنيسه بالتالي رفضت. فحريه العقيده بتقول يا استاذ لميس ان مفيش اجبار رجال دين ان يقيموا طقوس دينيه ومراسم دينيه للزواج. انا حصلت على الحكم ده ويعني هو انتصار لمدنيه الدوله وانتصار للدستور وانتصار للمواثيق والمعاهدات الدوليه الموقعه عليها مصر. اللي بتشترط في الزواج ان سن البلوغ
وليه وحق للرجل والمرأة تمام بس سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة. مفيش ما يمنع الزواج إلا إذا ما كانش فيه رضا، يعني هي القصة كلها الرضا والقبول. صحيح، بس الكنيسة مش هتعترف بالجواز ده. الدولة تعترف يا فندم بالقصة بموجب هذا الحكم، لأن قانون الكنيسة معطل، يعني قوانين الكنيسة معطلة في اللائحة 38 من 2008. وبعدين أنا لجأت لإثبات هذه العلاقة الزوجية أدام توفرت شروطها الشكلية والموضوعية في اتنين حبوا يكونوا أسرة بعيدا عن الكنيسة وبعيدا عن إقامة الطقوس الدينية. بس فأنا ما بحطش الكنيسة كان في طرف في القصة دي. طب خليك معايا يا أستاذ سعيد، أنا بحل المشكلة. خليك معايا يا أستاذ سعيد، طبعا ما دي بتحل مشكلة الآلاف، لكن خليك معايا دقائق. أنا معي على الهاتف أستاذ مينا أسعد، مدرس اللاهوت الدفاعي بمعهد دراسات الكتاب المقدس. أستاذ مينا، ليه الكنيسة رافضة فكرة الزواج المدني؟ أهلا بك يا مدام. أهلا بك أستاذ سعيد. أنا حابب بس أوضح حاجة، إن الرأي اللي هيقال دلوقتي هو رأي الفكر الأرثوذكسي وليس الرأي الرسمي للكنيسة. الرأي الرسمي للكنيسة بيكون مصدره أبونا بولس الثاني طبعا، مفهوم تمام. فدي نقطة توضحي، فأنا هتكلم عليها من إطار الكنسي الأرثوذكسي التعليم الأرثوذكسي. القانون كقاعدة عامة ما ينفعش إن هو يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. يعني إيه؟ يعني لو القانون أصدر بشكل أو بآخر تصريح لأحد المحلات إنها تتاجر في الخمور، ليس معنى هذا الحكم أن الخمور أصبحت حلال عند العقائد والديانات اللي بتركض الخمر. لو القانون وحكم المحكمة صدر إنه أتاح زواج مدني بصورة أو بأخرى، لا يعني أنه أصبح دينيا مقبول. ومن هذا المنطلق وحسب العقيده الارثوذكسيه، طبعا انا قبل ما اكمل، احنا لا نعلق على احكام القضاء، احكام القضاء يعترض عليها امام القضاء في درجات التقاضي المختلفه. انما احنا نقول وجهه نظرنا تجاه هذا الامر. الكنيسه ترفض هذا النوع من الزواج، لان الزواج الصحيه مش مجرد علاقه جسديه، انما هو فقط وجود الله في وسطكم. وجود الله بيتم من خلال المراسم الدينيه التي يعني حضرتك بتقولي ان الجواز مش مجرد عقد مدني بين اتنين بالضبط. الجواز هو علاقه يعني يشرعها الله، علاقه يعني يربطها الله. ليها نصوصها الواضحه في الكتاب المقدس ولها قوانين كنيسه منظمه. دكتور سعيد قال حاجه دلوقتي، هو طبعا قال نقطه محترمه جدا، انه لا يوجد اجبار لرجال الدين على اقامه الطقوس، ولان الكنيسه بالفعل لن تخالف اي شيء في عقيدتها وايمانها تحت اي ظرف تحت اي ضغط، ففعلا ما فيش اجبار في هذا الحكم. لكن الاستاذ سعيد قال انتصار مدنيه الدوله وانتصار للدستور. في هنا عندي ملاحظتين بعد اذنك. اتفضل. الدستور بيتكلم في الماده الثالثه انه لينا الحق او للكنيسه الحق انها تضع التشريعات الخاصه بالزواج وبالطلاق. واحوالنا الشخصيه هي امور عقديه بحته احنا بنتكلم. عشان كده كما نسب للاستاذ سعيد في احد التصريحات قال ان هو اخفى الحكم الفتره المناسبه لانتهاء فتره الطعن على الحكم ده قبل ما يصدره. لان لو كان الحكم ده، اعتقد كده ان الحكم ده لو كان صدر ودخل بعض الافراد اللي بيدفعوا بالماده الثالثه للدستور ودخلت الكنيسه طرف، ان كانت هتدخل في هذا النوع من التقاضي كان الحكم ما قدرش يحصل عليه الاستاذ سعيد على ما اعتقد. النقطه الثانيه، بعض المحامين اعلنوا ان هم هياخدوا الاجراءات القانونيه اللي شايفينها من وجهه نظرهم القديمه. بس يا استاذ مينا، بصراحه هذا الحكم بيحل مشاكل الالاف من الذين يريدون ان يتزوجوا زواج تاني ومش قادرين ياخدوا تصريح من الكنيسه، يعني بيحل مشاكل الاف من الناس عندها مشكله، احنا واقفين في خانه ما فيهاش اي تحرك او اي يعني مرونه. انا اتحفظ بعد اذنك على الاف في المقدمه، قلتي الاف وعشرات الالاف. هو التصريحات الرسميه اللي صدرت من المجلس الاتريكي يمكن في بدايه تولي الانبا دانيال المجلس الاتريكي بعد الانبا بولا، الحالات يعني في حدود الألف حاله
اعتقد او 1000 حاله بس يا استاذ مينا. لا يا فندم التصريحات الرسميه. النقطه الثانيه ان في احصائيات عن عدد المسيحيين اللي ليهم قضايا امام محاكم الاحوال الشخصيه. يمكن تصريحات معايا دي ممكن 2003 2003 كانت 300 حاله. 2003 هيزيدوا قد ايه؟ فكون ان ده حل ليهم هم بالحل ده هم احرار، ولكن هم بارادتهم خرجوا. يعني هنا الزواج ده يعتبر ايه؟ زنا مثلا؟ طيب انا عايز اميز ما بين نوعين من لو نعلي صوتنا بس معلش يا استاذ مينا. لو سمحت انا عايز اميز ما بين نوعين من تعريف كلمه الزنا عشان الناس ما تفهمهاش غلط. انا هقول ان في زنا حسب العرف الديني وزنا حسب عرف الدوله او عرف القانون. يعني هضربها بمثال عشان الساده المشاهدين تبقى واخده بالها من وجهه نظري. انا بعض الدول الاجنبيه بتحرم ان الرجل يتزوج من امراتين، فلو احد الاحباء المسلمين سافر وهو متزوج من امراتين فهو مجرم امام الدوله، ولكنه امام فانت وحسب عقيدته مش زنا. يعني فحته انها زنا لا، هو لم يطبق القواعد المسيحيه التي ترى في هذه العلاقه بين الرجل والمراه علاقه شرعيه في وجود الله. طيب. فبالتالي ليست علاقه شرعيه. ليست علاقه شرعيه، هنسميها كده. طيب انا معايا الاستاذ عادل اللي هو صاحب القضيه التي يعني امام المحاكم واللي خد فيها حكم. استاذ عادل، اولا انت سعيد بالحكم ده؟ جدا. جدا. سعيد بالحكم ده جدا. مش قلقان من كلام اللي سمعته مثلا من استاذ مينا او من ان الكنيسه تعتبر هذا الزواج غير شرعي؟ ليا تعقيب. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عادل، اهلا بيك. ليا تعقيب على استاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي. تعريف الزنا هو معرفه غلط. تعريف الزنا في الكتاب المقدس ان زوج وزوجه متجوزين بعقد داخل الكنيسة وما بتقوش بعض، يعني جماعهم اصلا مع بعض مش بحب. يعني بتقول اهو جوزي وخلاص. ماشي، لما تقول جوزي وخلاص ده زنا، لان هي بتفكر في حد تاني وهو بيفكر في حد تاني، فالجماع ده زنا. هو ده الزنا اللي يقصده السيد المسيح اللي قال عليه من يريد يطلق امرأته فيعطيها قتال طلاق، اللي هو الزنا. وبعدين ذكر بعديها من ما لا طلاق الا لعلة الزنا. ماذا يقصد؟ ان يديها اكتر طلاق وبعدين يقول لعلة الزنا. الزنا هو اللي بيحصل بين الزوج والزوجه المقيدين بعقود داخل الكنيسه ومش عارفين يسيبوا بعض، فبيجتمعوا مع بعض غصب عنهم، فهو ده الزنا اللي يقصده السيد المسيح، وليس الزنا ان انا اصور واحده صور ولا واحد صوره واقول ده بيزني. لا 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 لا، ربنا بيريد رحمه لا ذبيحه. انا الحكم اللي انا صدر الحمد لله ده بمحبه. يعني ايه جواز؟ انا عايز افصل للناس بس يعني ايه جواز؟ الجواز هو وجود حب بين طرفين بيكملهم ربنا. ربنا الله محبه، لو الحب ده توافق اوكي، انما الكنيسه ليس جهه تشريع. الكنيسه انا بدخل فيها عشان اخد جسد ودم المسيح ببركه بمحبه، وليس اكتب عقد جوه الكنيسه. انا اكتب عقد في الجهه اللي هي بتسجل اولادي بتديني شهادات ميلاد. هل الكنيسه بتديني شهادات ميلاد؟ لا طبعا، شهاده الميلاد بتطلعها من العادي. بتصرف. هل مع احترام لحضرتك يا استاذ لميس، هل الكنيسه بتديني مصاريف لاولادي عشان ادخلهم مدارس؟ ايوه بس 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 يعني في الاسلام وفي المسيحيه الاثنين سوا. الزواج هو رباط مقدس بشرع الله. يعني عندنا انا ما قلتش غير كده. انا قلت ان انا بعمل الجواز المدني اولا بين الانسان اللي حبيتها وحبتني برضاها وبرضايا، وبعد كده بروح الكنيسه بقول لهم يا جماعه انا اتجوزت وادي العقد اهو، عايز اخد بقى الروح القدس منكم. القسيس او الكاهن تمام بيصلي على اللي هي مراسم الزواج اللي هي بتحصل. اللي عايز يعمل مراسم يعمل، واللي مش عايز يعمل هو حر. انما فانت لا يقلقك.
فانت لا يقلقك فكره انه الكنيسه لن تعترف بهذا الزواج. المهم اللي يعترف بالزواج ده السيد المسيح. السيد المسيح جمعنا ومش هيسيبنا، لان السيد المسيح لما نزل ما نزلش للطائفه الارثوذكس ولا الانجيليه ولا الكاثوليك، هو نزل يدعو للمسيحيه عموما. فالمسيح مش موجود، لو كانت قيادات الكنيسه مش هتعترف بده، فالمسيح معترف بيه، لان طيب. المسيح خليك... موجود في كل مكان. طيب خلينا موجود في كل مكان. خليك معايا، خليك معايا يا استاذ عادل. اولا انا لازم اشكر الاستاذ المحامي سعيد عبد المسيح. تحب تعلق يا استاذ سعيد اولا قبل ما اشكرك؟ اه يا فندم، انا طبعا انا متشكر جدا، لكن انا ليا تعقيب اخير، ان الشرط الاساسي اللي انا طبعا ما استنيتش، ما فيش قوه ولا سلطه على الارض تمنع يعني رجل وامراه ان يقيموا علاقه اسريه، علاقه زوجيه قانونيه، ما حدش يتهمهم بالزنا ولا حد يقدر يفرق بينهم، زي تماما عجز الرئاسات الدينيه بالنسبه للمسيحيين ان هي تحل مشاكل احوال الشخصيه. المعلقين في احوال في مشاكل احوال الشخصيه بقى لهم عشرات السنوات ما رجعتهمش تاني، يعني ما فيش اجبار ان هم يقيموا حياه زوجيه، لا يقيموا، هو الفكره كلها ان هذا عقد مدني يجب ان يتوفر فيه الرضا كاملا لا اكراه فيه. فحتى موضوع ان انا اسيب المعلقين ما ادهمش تصريح كنسي ان باقامه الطقوس اوكي، بس مش ارجمهم ولا اصلبهم، يعني الاصل المدنيه. وبعدين ما قاله الاستاذ مينا بان انه يعني ان انت اخفيت هذا الحكم في المرحله الاولى علشان كان ممكن الطعن عليه بالماده الثالثه من الدستور. لا يا فندم، انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. هو طبعا استاذ مينا راجل يعني في اللاهوت، لكن مش قانوني. انا القصه كلها ان عدى مواعيد الطعن بالاستئناف، ما كانش حد يقدر يعمل استئناف او يتدخل في هذا الامر. نرجع لدعاوى الحزبه اللي كانت بتفرق ما بين رجل وامراته يعني، لكن احنا مش هنرجع للطريق خلط الدين بالدوله وخلط الدين بالقانون. لا لا. القانون العام. وبعدين نص الماده التاسعه، القاضي لا يطبق نصوص دستور، القاضي يطبق نصوص قانون. فطالما الماده الثالثه لم يصدر بشانها قانون، فانا بيطبق عليها القانون العام. طيب. هو القانون رقم واحد سنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، يعني الشريعة المسيحية تطبق بشروط. أنا بشكرك أستاذ سعيد عبد المسيح المحامي، وأرجع للأستاذ مينا أسعد. خليك معايا أستاذ عادل من فضلك. أرجع للأستاذ مينا أسعد، تحب تعلق على ما قاله الأستاذ عادل؟ اتفضل. بعد إذنك يا مدام نميس، هو الأستاذ عادل أخطأ ربما بدون قصد في تعريف الزنا في الكتاب المقدس، لأن تعريف الزنا في الكتاب المقدس حسب النصوص الصريحة، وأنا متأكد في نصوص منع للإطفال على السادة المشاهدين، بيتكلم هي علاقة غير مشروعة بتتم بالإثم. الأستاذ عادل اتكلم وقال ثلاث مرات كلمة يقصد المسيح، كان المسيح يقصد. فمن أين للأستاذ عادل أن يعرف قصد المسيح، بينما أن قصد المسيح وضحه لنا وشرحته لنا مجموعتين، النصوص الواضحة الصريحة التي تحدث فيها، نمرة اثنين تلاميذ المسيح اللي كانوا موجودين معاه هم قالوا لنا ان المسيح كان يقصد هذا الامر فاعادوا ما قال. مكتوب فين يا استاذ مينا؟ قصد نسمع بعد يا استاذ عادل. طيب انا بس عايزة استاذ مينا، انا عايزاك بس تسمع انه يعني مش هي القضية مش قضية عادل بس، القضية قضية حضرتك بتقول الف حالة. انا بقول لك انه احنا سمعنا عن عشرات الالاف من الحالات اللي لديها نفس المشكلة. طب نسمع سارة، اتفضلي يا سارة. مساء الخير يا مدام. مساء النور، اهلا بيكي، فرصة سعيدة جدا للقاء حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. رأيك ايه انت يعني هذه القضية والحصول الأستاذ عادل على حكم نهائي بزواج مدني، انت مؤيداه ولا لا؟ لا مؤيداه، لأني أنا شايفة إن كلنا لازم يكون عندنا قانون مدني. لازم يكون في قانون، وإلا إذا مش هيبقى في قانون خالص. سارة أنت ايه مشكلتك بالظبط؟ مشكلتي ان انا اخدت بطلان من الكنيسة ولحد دلوقتي مش عارفة اخد طلاق محكمة ليه 8 سنين وزيادة. 8 سنين مش عارفة تطلقي؟ مش عارفة اتطلق، وده في حالات كتيرة جدا غيري. رغم ان انت واخدة بطلان. واخدة بطلان كنسي. لعلة الزنا ولا ايه؟ لا للغش.
الغش، البطلان للغش مش لعلة الزنا، الطلاق زي علة الزنا. اوكي فانت الغش في ايه يا ساره؟ معلش بعد اذنك، يعني كان مريض وما قالش ان هو مريض، واكتشفت بعد الجواز ان هو مريض. طب دلوقتي عملتي ايه دلوقتي؟ انت قدام المحاكم بقالك 8 سنين بتحاولي تاخدي حكم طلاق. مش عارفه اخد حاجه، بيقولوا لي ان يعني اخر حاجه اترفضت لاننا متحدين المله والطائفه. طب استاذ مينا تعمل ايه؟ تعمل ايه ساره في مثل هذه الامور يعني؟ واضح ان مشكله ساره مش مع الكنيسه ومش مع التشريع. هي حقها الكنسي المشرع كنسيا انها تاخد بطلان نتيجه للتدليس او الغش، ان تم اخفاء امر هام عنها قبل بدايه الزيجه واكتشفته بعد كده. فاصبح الزواج كانه لم يكن، لان الله لا يكون شاهدا على عقد فيه غش. ايوه، فدلوقتي ساره ممكن تتجوز الواحده، تتجوز تاني يعني بدون هي كنسيا حقها تتجوز تاني وتمارس. ايوه بس هي معهاش حكم. ما هو هنا احنا عندنا مشكله، مشكلتها مع المحكمه وليست مع الكنيسه. مشكلتها في قوانين تعترف ببطلان كنيسه وليست مع الكنيسه. فالكنيسه هنا ادتها حقها. طيب. يعني قالت لها انت تستحقي ان انت تقام عليكي مراسم زيجه ثانيه وتنفصلي عن هذه. ايوه هي لو راحت بقى معلش نفذت حكم الكنيسه واتجوزت زواج اخر، القانون بقى نفسه هيعتبرها بتجمع بين زوجين. ده القانون. طيب ما هي دلوقتي هم ما بين شقي راحة يا أستاذ مينا. أولا شكرا يا سارة، بشكرك يا سارة. هم ما بين شقي راحة، ما بين القانون وبين الكنيسة. تمام. الحالة اللي طرحت الآن لو اتجوزت مدني، ما هي هتبقى تجمع بين زوجين برضه، صح؟ يبقى إذا الجواز المدني ما عملهاش أي حاجة. هي مشكلتها كانت ممكن يكون الجواز المدني ما حلش مشكلة سارة، بس حل مشاكل تانية. قول يا عادل اتفضل. ما فيش اختلاف. طب عادل كنت عايز تروح. يا استاذ مينا، يا استاذ مينا بعد اذنك، ها حضرتك دارس لاهوت كويس جدا، تمام؟ المسيح اظن يفهم اكتر منك ومن اي كاهن ومن اي حاجه. ساعه لما دعوه قال لهم الا تدعوني قاضيا، فاحنا مش عايزين حد في الكنيسه يشتغل دور قاضي او يدي تشريع او يقول في قضاء ربنا كده سخرهم ان هم يحكموا بين العدل باسم ربنا، انما الكنيسه انا بدخل اخد بركه منها، ما تبقاش هي العائق بيني وبين ربنا. بالعكس، ده انا لما اكون خاطي ارجع للكنيسه عشان تغفر لي خطاياي. وبعدين السيد المسيح قال لا تدعوني قاضيا، انت داخل في دور قاضي والكنيسه ادتها والكنيسه مش عارف ايه. لا، الكنيسه اصول ما تديش اي حاجه، الكنيسه اصول تدي روح القدس فقط لا غير. طب نهدى يا استاذ عادل. معلش يا استاذ مينا، خلينا نسمع ميلاد. اتفضل يا ميلاد. طيب ميلاد بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. يعني هل بالنسبه لك حكم اللي حصلوا عليه عادل بالزواج المدني ده حكم بالنسبه لك انت سعيد بيه، حكم ممكن يحل مشكلتك؟ بتمنى لان النهارده انا بقالي 12 سنه عايش منفصل، ولا طايل محكمه ولا طايل كنيسه. ازاي يا استاذ عادل؟ ازاي يا استاذ؟ اخش محكمه ولا طايل اخش كنيسه وتدخلوا في حياتي اكتر من 20 او 30 قسيس ما ادونيش اي نتيجه. مش عارف اقول يا جماعه. بص محامي، لفيت محامين مصر، لفيت كتير قوي، ما حدش اداني عمل. ايوه يعني انت سؤالي، انت يا ميلاد دلوقتي يعني موافق على الجواز المدني، ممكن تتجوز مدني ولا لازم تاخد رأي الكنيسة وإقرار الكنيسة؟ طب أنا مع احترامي ليكي 12 سنة أغلط فيهم ولا أتجوز؟ لو أنا بني آدم محترم أقدر أعمل إيه؟ تتجوز طبعا. أتجوز ولا أكون همجي؟ بس ده اللي بنقوله. تقولي أنا عايزك ترد عليا تقولي لي همجي أحسن أو مجي أحسن. انا عايز انا عندي بواب في الفيلا بتاعتي، انا بتمنى اكون زيه لانه هو متجوز ومع عياله ومع مراته. انا بقى منفصل بقى 12 سنه وشايل ولدين وهي واخده البنت ومصاريف وهمجيه والله اعلم الباقي. فانا نفسي انا نفسي ابارك للاستاذ عادل اللي خد موافقه طلاق او خد هو ما يفيدش مش عارف. طب عادل تحب تقول له ايه يا عادل؟ والله اقول له ربنا معاك، طالما انت ما بتزنيش وبتخش الكنيسه طاهر يبقى انت
الجأ للجواز المدني وخلي المسيح معاك يمينك يمسك يمينك. ولما تتجوز مدني ما تقولش دي مراتي وتجتمع بيها، لازم تخش الكنيسة بعد ما تتجوزها مدني. ما حدش يفتكر ان الانسان اللي انا اتجوزتها دي ها ان انا لمستها او هلمسها غير لما ادخل الكنيسة. انا انسان متعلق بالسيد المسيح لدرجة الموت، حتى الموت استطيع كل شيء في المسيح الذي قويه. استاذ مينا طب نسمع بعض يا جماعة، نسمع بعض. استاذ مينا يعني حضرتك سامع المشكلات، يعني الراجل بيقول لك يعني اعيش همجي ولا اتزوج؟ يعني ما هو كمان التصرف اللي هو عمله، التصرف اللي هو ان هو لو تزوج مدني امام الكنيسة يماثل انه اقام علاقة غير شرعية. فالعلاقتين امام الكنيسة علاقات غير شرعية. النقطة اللي مش مين يقولش غير شرعية يا استاذ مينا؟ اول حاجة بس اتفضل، ما يقدروش بعد ما يتزوجوا مدني ان هم يدخلوا الكنيسة، لان الكتاب المقدس والكنيسة والحرمانات تقع عليهم. وهو متزوج مدني ان هو يتناول زي ما قال الاستاذ عادل في الاول، ده مش هينفع. بل بالعكس، ده حتى ابنائه بعد ما يولدوا هو حر. طبعا انا بقول الفكر المسيحي تجاه هذا الامر، هو ياخد القرار اللي هو عايزه، لكن اولاده عند معموديتهم المفروض عند المعموديه بيبقى فيه مسؤول عن هؤلاء، بيطلق عليه الاشبين، هو المسؤول عن تعليم الاخلاق والقيم والكتاب المقدس والايمان. طيب نسمع بعض. ميلاد انت عايز ترد؟ اتفضل. اتفضل يا استاذ عادل، اتفضل. بعد اذن حضرتك عايز اوجه سؤال لاستاذ مينا بعد اذنك. حاضر. هل اللي ربنا ما كتبلوش وفاء بين مراته هل يعيش في زنا ويمارس حياته الطبيعيه مع اي انسانه ويوم الحد يروح يعترف ويتناول ويبقى ده انسان بار عشان بيطبق كلام الكنيسه، ولا يرجع للقانون المدني ويبقى معاه زوجه بمخافه ربنا ما بيخطئش وما بيزنيش؟ الله افضل. طب نسمع بعض، نسمع بعض، بس نسمع بعض. باللاهوت. طيب نهدى بس ونسمع بعض. ميلاد عايز ترد قبل ما نشكرك؟ معلش انا عايز. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك لك. ردي بالنيابه عني، انت سامعاني صح؟ انا ما اقدرش ارد. انا قولي حاجه، قولي حاجه بجد. انا ما اقدرش ارد عشان انا ده تدخل في دين اخر. انا عارف طبعا في حقوق الانسان، بس انا ما اقدرش ارد في هذا الامر. بس انا عايز اسمعك، اتفضل يا ميلاد. انا عندي اكتر من 20 راهب واسيس قالوا لي حل وبركه لو عرفت تطلق مدني، لو عرفت تطلق مدني. هم عارفين ان انا هحارب اللي بيحل وبالبركه السيد المسيح. انا شغلي بايظ وحياتي بايظه. شكرا. انا عايز اقول اليوم انا ما عرفتش اليوم انا عايش ازاي. شكرا يا ميلاد. استاذ مينا يعني انا مش عايز، طبعا احنا اتصلنا بالكنيسه عشان ترد، الكنيسه رافضه انها ترد، يعني رفضت. لازم ترد. طيب انا عايز ارد بعد اذن حضرتك. اتفضل يا استاذ مينا. بس في الرد لان في بعض النقط اللي بتتقال. اتفضل. طيب اولا انا هرجع لمن اقامني قاضيا اللي هو قالها الاستاذ عادل، دي مقتصه من السياق ان كان في محاكم والناس راحت للمسيح عشان يعتدي على امر المحاكم، فقال لهم انا مش شغال القاضي بتاعكم، روحوا للقاضي اللي هو منصب في هذا الوقت. فدي قضيه، فدي ما تعنيش ان المسيح ما اتاش بتشفيع. النقطه الثانيه اللي استاذ ميلاد بيقول ان في 20 اب كاهن وراهب قالوا له حلوا بركه، ممكن ال 20 دول يروح واحد منهم للمجلس الاكليريكي لنيافه الانبا دانيال هناك ويقول له الوضع، طالما في مجلس اكليريكي وان في اسس 20 قسيس ادوا له الحل في حالته اللي انا ما اعرفهاش وحضرتك ما تعرفيهاش، يبقى اعتقد المجلس الاكليريكي هيقدر يتعامل مع الحاله بتاعته بكفاءه. النقطه الاخيره ان هو دول انت من حقك تعمله، انت ليك مطلق الحريه، لك ان تؤمن ولك ان ترفض الايمان، لك ان تصلي ولك ان ترفض. ما هو انت هنا بتحطه، معلش يا استاذ مينا، انت يا معلش بس انت بتقول له لك ان تؤمن ولك ان تكفر، لك ان تؤمن ولك ان يعني تبتعد عن الله. يعني انت بتقول له ان الزواج ال 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 يعني ان هو يعني ما هو ده كده هو بيقيم شرع الله برضه بدل ما يروح يغلط. بعد اذنك يا استاذ مينا انا عايز ارد على الكتاب المقدس هو اللي بيقول يا مدام لمين. يعني مش انا اللي بقول، انا عارفه ان مش حضرتك بتقول، بس هو النصوص المسيحيه هي اللي بتقول. فالكنيسه وصيه او الاباء الكهنه والاساقفه اوصياء على تنفيذ هذه النصوص بالنص الصريح، يعني عندهم تفصيل تكليف ان هم يتابعوا فيها.
ما ينفعش، وفي نصوص كتيرة كده برضو مش هتقول في النصوص، فما ينفعش ما ينفعش ان واحد يخالف الفكر المسيحي والحياة المسيحية ويجي يومين، ما تنفعش. طيب طيب يعني لو طب عند احنا رجع لنا المحامي تاني، انا سامعك يا استاذ مينا، رجع لنا المحامي التاني الاستاذ سعيد عبد المسيح. انا بس في سؤال مهم جدا يا استاذ سعيد، هل هذا الحكم يؤسس لحالات اخرى او يؤسس لقاعده يمكن ان تستخدمها حالات اخرى؟ يعني انا بقول انا ما اعرفش، انا معلوماتي ان في الاف من الحالات، هل هذا الحكم يؤسس لقاعده تستخدم بحالات اخرى، ولا الحكم ده اولا نهائي وبات يا استاذ سعيد؟ نهائي وجاتي فاندم معاه صيغه تنفيذيه، وخدنا بيه خطاب موجه لمصلحه الحقوق المدنيه لقيد الزوجه في مصلحه الحقوق المدنيه، تغيير الحاله الاجتماعيه من 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 انسه لمتزوجه، وتغيير الحاله الاجتماعيه من لمتزوجه. مين اللي كان ممكن يطعن عليه، الكنيسه ولا مين؟ ولا في اي شخص او جهه او سلطه تطعن عليه. طيب. لان ادام توافر في الشروط الاساسيه هو عقد رضائي، في يتوافر فيه الاجابه والقبول، فخلاص مفيش سلطه ولا قوه تقدر تضغط. ايوه بس دلوقتي هذا يؤسس لقاعده يمكن ان يعني يستخدمها اخرون اذا رفعوا قضايا مماثله للزواج المدني؟ هو حكم استرشادي، وانتصر لحكم استرشادي للعالقين في قضايا الاحوال الشخصيه، هم تقريبا 350 الف حاله. 350 الف حاله. يا فندم، ف يعني ده حكم استرشادي لصدر من محكمه، وباذن الله يبقى يعني ترسى قاعده قضائيه لتطبيق نصوص القانون، القانون العام اللي بيطبق على كافه المصريين. بشكرك يا استاذ سعيد. استاذ مينا، 350 الف حاله؟ ان كل حاله هي عباره عن رجل وامراه، فاحنا معانا 700 الف. لو تعداد المسيحيين في مصر زي ما البعض بيقول 10 مليون، يبقى 10 حضرتك بتسلمي عليهم، فيهم واحد عنده مشكله. لا هو توتال 350 عن الواقع. ده بعيد عن الواقع، مش منطقي. حاسس انه رقم كبير شويه. رقم كبير. حاجه اخيره دلوقتي، هل ينفع ان واحد خريج كليه اداب يروح يشتغل محاسب في بنك؟ لا طبعا. في شروط. في شروط. الشروط مين وضعها؟ اصحاب البنك او البنك له في نظام في العمل. لا يستطيع احد ان يخالف تعليم الكتاب المقدس ثم يجبر الكنيسه انه يكون عضو فيها، ما تنفعش. ما ينفعش ان واحد يبني مخالف في عماره في شارع، ما ده اخر الامر. واضح ان الموقفين مش هيلتقوا في منطقه في المنتصف، ومعلوماتنا بتقول كمان ان الكنيسه تمسكت بالغاء جزء او فصل الزواج المدني من مشروع قانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين. رفضت تماما، رفضت تماما. بس البابا تودروس اعلن كده اكثر من مره، وبرده ده لا يتعدى على حريات الاخرين، لا عايز يعمل حاجه يعملها. اللي عنده قدامه محل خمر وعايز يروح يشتري خمر، ما الناس بتروح تغير مله في لبنان، وبتروح تغير مله في قبرص، لان تغيير المله بقى في مصر صعب، فالناس بقت بتروح بتغير مله كمان. تم اغلاقه، تم اغلاقه. ايوه. تغيير المله للمنع بالاتجار، لان ده كان بياخد عليه الناس بتدفع فلوس كتير قوي. يعني الناس خلاص يعني هتعمل ايه؟ يعني ما هي انا بقول لحضرتك اهو، مشروع قانون جديد قفله بند تغيير المله. والنقطة الثانية، في مشروع قانون جديد بيطلبوا من المحكمة تسهيل الإجراءات بما يتناسب مع الكتاب المقدس. كون إن واحد مش قادر يعيش مع مراته وبيقول أصل الله محبة ما يرضوش كده، الله المحبة اللي إحنا بنؤمن بيه بيقول لك تحب زوجتك كنفسك، وإن أنت وهي جسد واحد وربنا موجود، مفيش شيء بيستعصي عن ربنا، مهما كانت المشاكل موجودة. مهما كانت المشاكل؟ طبعا. هل ربنا بالنسبه له صعب انه يحل اي مشكله؟ لا طبعا مش صعب، بس يعني ربنا بقى الحاجات يعني برضو في يعني ربنا حل للطلاق يعني برضو الى حد لا ما في حاله واحده بس، وجود عنصر فاسد في النص اللي هو الزنا. دول بيوصل لمراحل ان هم بيستنوا موت جوزهم. يعني عارفه ما دام 100 كلمه يا استاذ مينا، مش كده معناها كلمة، معناها على فكرة كلمة طلاق في الكتاب المقدس كلمة حرفيا كرات، اللي هي قطع لحم، يعني دي الترجمة. أيوة مفهوم لحن. يعني طبعا يعني ده ما يتمش غير في العضو الفاسد. دلوقتي لو واحد، ناخدها بشكل تاني، لو واحد والدته أخطأت
لأي سبب. لا 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 لا، الوالدة غير الزوجة يا برد. يا أستاذ مينا، يا أستاذ مينا. طيب أستاذ والإيمان المسيحي. أستاذ عادل، تحب ترد يعني كلام أخير؟ تحب ترد رد أخير، كلمات أخيرة؟ أرد على أستاذ مينا. أستاذ مينا، أنت بتقول كلام وفي الآخر بتنسبه للكتاب المقدس. أستاذ المسيح قال لك فتشوا الكتب، اقرا الكتاب المقدس كويس بعد اذنك، انت دارس لاهوت، مش اي قرارات داخل المجلس الاكليريكي تنسبها للكتاب المقدس. اقرا الكتاب، انا كاتب، انا قاري الكتاب المقدس اكتر من 8 مرات بتفاسيره بكل حاجه، ومستعد ادخل معاك في نقاش غير عادي بالشهود، ها، بالايات اللي قالها السيد المسيح. طب سؤال سؤال يا استاذ عادل، يعني لا تدعوني قاضيا، لا تدعوني قاضيا. انا عايز اقول حاجه، انا طلقتي اثناء وجود المجلس بعت لنا لجنه، تمام، قالوا لها انت بقالك 25 سنه مراته، ها، جايه النهارده تقولي يا طلاق؟ قالت لهم عشان انا لو في مصر، لو انا في مصر كنت وفي قانون كنت طلقته من زمان. يعني انا عايش بقالي 25 سنة، ها، مكروه داخل بيتي، مكروه داخل بيت المسيح. السيد المسيح ما عمره ما يرضى بكده. اوعى تقول لي تعليم السيد المسيح ان هو يرضى، ها، ان زوج بيصرف وبيحب وبيربي يتكره ويتضرب في ظهره. اوعى تقول لي كده. السيد المسيح يريد رحمة لا ذبيحة، لان الله محبة والجواز محبة. ما تقوليش تعليم السيد المسيح، طلعلي لما تقولي تعليم السيد المسيح، طلعلي شواهد وطلعلي ايات. ما تقوليش تعليم السيد المسيح بناس. انا مش موافق اصلا بوجود مجلس اكليريكي داخل الكنيسه. المجلس الاكليريكي ده جهه عمالين يقطعوا فيها الناس. انا مش موافق خالص، انا موافق بحاله واحده. طيب نهدى بس، طيب من راهب ومن كاهن. طيب نهدى بس، نهدى. انا بشكرك يا استاذ عادل، بشكرك يا استاذ مينا. واضح ان احنا مش قادرين، يعني انا عارفه ان ده يعني موضوع حساس جدا، احنا مش قادرين نقرب بين وجهات النظر باي شكل من الاشكال. موقف الكنيسه ثابت كما هو، التمسك بالشرائع الكنسيه والمسيحيه، والناس عندها مشاكل الحياه، مشاكل الحياة كتيرة جدا. مش كل الناس تقدر تتوافق، مش كل الناس تقدر تعيش مع بعض، في أحوال مرض، في أحوال كراهية بتحصل بين الأزواج، في أحوال كتيرة جدا. فالناس يعني محتاجة يكون في ربما مرونة أكثر في هذا الأمر. إذن حكم بات ونهائي من محكمة الأسرة بزواج مدني لأول مسيحيين مصريين، وده أول زواج مدني قد يكون قاعدة يستخدمها كثيرون في المرحلة القادمة. نخرج فاصل ونرجع نواصل هذه الأخبار. البرلمان انتهى من مناقشة 248 قانون حتى الآن، يعني خلاص باقي 84 قانون من المتوقع الانتهاء من مناقشتها غدا. عندنا قانونين سيعاد مناقشتهم، وهو قانون الثروة المعدنية وقانون الخدمة المدنية، ودول قانونين فيهم مشكلات لأنهم رفضا في القاعة، وبالتالي في لجنة بالذات لقانون الخدمة المدنية متوقع أنها يعاد مناقشة هذا القانون. لكن واضح ان احنا ماشيين يعني مستوى جيد للانتهاء قبل يوم الاحد المقبل من 343 قانون صدرت منذ حل البرلمان الماضي في 2012، وحتى الان يتم اقرارهم. بعد كده اي تعديل في اي قانون جائز في المرحلة المقبلة. كنا اتكلمنا على محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وكنا كان في خبر نزل في صحيفة الجمهورية أنه سيغادر البلاد لاستكمال دراسته، أنه سيترك الحزب، لكن نفى المتحدث باسم الحزب ذلك في مداخلة معانا، وقال ما نعرفش إذا كان هيسافر يدرس ولا لا، لكن هو باقي، وإن هو وكذب الخبر جملة وتفصيلا. لكن واضح إن الخبر دقيق فعلا بالفعل. والنهاردة أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل الوطن ورئيس الكتلة البرلمانية
أكد إن محمد بدران رئيس الحزب هيغادر البلاد لاستكمال دراسته بالخارج، وإن هو سيبقى رئيسا للحزب. إزاي بقى هيبقى رئيسا للحزب وهو في الخارج؟ ده موضوع غريب شوية. معي على الهاتف الأستاذ صفوت عمران رئيس القسم السياسي في جريدة الجمهورية. صفوت مساء الخير. مساء الخير أستاذ لميس، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك، أنت اللي كنت كاتب الخبر والحقيقة إن الخبر طلع دقيق. أولا أستاذ لميس لابد أن تعرفي إنه يعني وسادة المشاهدين انه جريدة الجمهورية واحدة من اعرق الصحف في مصر، وانه مستوى المهنية بالنسبة لنا بيبقى كبير جدا جدا، لان احنا مش من المواقع الالكترونية اللي بتبحث عن سبق صحفي او ترتيب على موقع اليكسا، وبالتالي بندقق جدا في فكرة المعلومة. الحقيقة اتفضل. انا كنت عايز اسألك على تفسيرك لنفي الخبر من قبل مستقبل الوطن. بالضبط، اولا الخبر صحيح، لانه قيادة الحزب مستقبل الوطن كانت حابة جدا انه يكون الخبر في طي الكتمان، وان محمد بدران يسافر يكمل تعليمه في امريكا دون اثارة ضجة حول المسألة دي. كما تعلمين للاسف احنا بعد ثورتين مهم جدا ان كواليس الحياة السياسية تبقى مكشوفة للناس، ونحب القارئ انه يعرف ايه اللي بيحصل في الحياة السياسية، وانه الاحزاب دي ملك المواطنين وليس ملك وملك الناخبين اللي هم انتخبوهم. صحيح، هو ما كانش مرشح، لكن الحقيقه انه في ارتباك شديد حصل في حزب مستقبل الوطن بعد نشرنا الخبر ده، وهم اتصلوا بيا وكلموني على فكره النفي اللي حصل في البدايه. قلت لهم ابعتوا لي، احنا ناس بنحترم المهنيه، ابعتوا لي تجريب او رد على الخبر، واحنا من حقنا كجمهوريه ان احنا نعقب ونقول ده صحيح ولا لا. لكن للاسف لم يصلني حتى هذه اللحظه اي تعقيب. ثم النهارده خرج اشرف رشاد امين عام الحزب ليؤكد ما قالته الجمهوريه انه محمد بدران سوف يسافر الى امريكا لاستكمال تعليمه، وان اشرف رشاد باعتباره امين عام الحزب وفقا للائحه سوف يتولى اداره الحزب. الفارق فقط المعلومه التي حاول او يحاول قياده مستقبل الوطن اخفائها، وهي فكره هل بدران يستقيم الحزب ام يستمر رئيسا للحزب. اعتقد استاذ لميس ان احنا في دوله ذات خبره سياسيه طويله وحياه نيابيه وسياسيه كبيره، لا يليق اطلاقا بدوله بحجم مصر انه رئيس حزب يسافر يكمل دستور، وده شيء يخص بدران وربنا وفقه، احنا لسنا ضد بدران كشخص بالمناسبه. بالعكس، من حقه ان هو يروح يستكمل دراسته طبعا ويبقى بالضبط. افضل وكل حاجه يعني. لكن ليس منطقي ان يسافر سنه او سنتين ثم يظل رئيسا للحزب، هذا لا يحدث في جمهوريات الموز ولا يحدث اطلاقا حتى في جمهوريات يعني بعدنا بكتير جدا مثل الحياه الديمقراطيه. طيب خليك معايا يا صفوت، انا معايا على الهاتف احمد سامي المتحدث باسم حزب مستقبل الوطن. استاذ احمد، انت كنت نفيت قبل كده فكره ان بدران يترك ويسيب الحزب، وشككت في انه ربما يسافر او ما يسافرش لاستكمال دراسته. مساخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. اولا ما شككناش خالص في ان استاذ محمد بدران يسافر يكمل دراسته، كان كل النفي اني نفي استقاله الاستاذ محمد بدران من رئاسه الحزب. لكن النهارده احنا بنأكد على حاجه مهمه جدا، ان حزب مستقبل الوطن منظومه متكامله، منظومه تدار بكل شخص في مكانه وكل شخص في موقعه، بدءا من رئيس الحزب لحد اصغر عضو في امانات. بس معلش، رئيس الحزب ما ينفعش يكون قاعد بره بيدير الحزب بالريموت كنترول بالتليفون والسكايب يعني. رئيس الحزب هو هيسافر في بره لاستكمال تعليمه، هو السفر كله هيبقى عباره عن شهر ونص. اللائحه الداخليه في الحزب بتنص على ان الامين العام للحزب هيسافر شهر ونص بس؟ شهر ونص. يعني ده كورس، يعني ده رايح ياخد كورس يعني. يعني هو بس هيسافر شهر ونص وراجع على طول يعني. يعني ده مش مسافر سنه سنتين يعمل ماجستير مثلا. هي 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 زي منحه كده بس هيسافر فيها وراجع ثاني يعني. دي منحة لمدة شهر ونص فقط. ينص اللائحة الداخلية للحزب تنص على ان الامين العام للحزب بيتولى ادارة رئيس الحزب لحين عودة رئيس الحزب مرة ثانية يعني. النهارده اعلنها بشكل رسمي ان المهندس اشرف رشاد هيدير الحزب بصفته الامين العام، وهو ما تنص عليه اللائحة لحين عودة الاستاذ محمد بدران رئيس الحزب من الخارج يعني. طيب استاذ صفوت، تحب تعلق؟ الحقيقه طبعا انا بالنسبه لي الشيء المهم جدا رقم واحد سفر بدران لامريكا لاستكمال تعليمه، وهذا مقالته الجمهوريه، انه اشرف رشاد وفقا لائحه الحزب سوف يدير الحزب، وده مقالته الجمهوريه ايضا. استقاله محمد بدران من الحزب من عدمه ده امر الحقيقه بالنسبه لي مستغرب جدا، لانه لا يوجد حزب سياسي في الدنيا رئيس ويسافر ثم يدير بريموت كنترول كما ذكرت فعلا. الشيء الاهم بالنسبه لي ان الخلافات داخل مستقبل الوطن واضحه جدا جدا من بدايه اعلان الانضمام لدعم مصر ثم الانفصال عن دعم مصر والعوده ليه، وانه تم تهميش محمد بدران ولم يظهر للاعلام
حتى الا بعد نشر خبر الجمهوريه ليثبت حاله انه موجود. احنا في الجمهوريه فخورين بمصداقيه ما قلناه، وايضا فخورين بفكره تاثير الصحافه وتراجع بدران عن الاختفاء وظهوره. نتمنى التوفيق لحزب منتدى الوطن، لكن نتمنى ايضا ان يدار باعتباره مؤسسه لها قواعد، ونأبى اخيرا ان يكون حزب منتدى ليس فيه من يستطيع نفوذ الحزب. شكرا يا استاذ، شكرا يا استاذ صفوت. سامي، هل في انشقاقات في حزب منتدى الوطن؟ طيب، اولا مبدئيا يعني الاستاذ صفوت ما اعرفش هو جاب الكلام ده منين، وانا بطالبه دلوقتي على الهواء طبعا ان هو يقول وقائع معينه تدل على وجود انشقاقات داخل منتدى الوطن. الكلام ده كلام غير صحيح بالمره، وان كان هو عنده اي واقع او عنده اي دليل على ان وجود اي انشقاق داخل منتدى الوطن، انا بطالبه طبعا انه يعلنها بكره في مقال او يعلنها في اي موضوع صحفي. منتدى الوطن منظمه ومؤسسه تدار بكامل هيكلها، كلنا مؤمنين جدا بفكره منتدى الوطن، من اصغر فرد لاكبر فرد، كل شخص فينا بيؤدي دوره داخل امانته وداخل مكانه في منتدى الوطن. اما وجود بقى اي كلام او اي كلام يصدر عن اي طيب عشان بس عشان وقتي صفوت ايه ده لقلك ان في انشقاقات في منتدى الوطن؟ رقم واحد، استقالات هيئه الحزب في مدينه السويس بالكامل اعتراضا على تعيين امين عام للحزب في المحافظه، يقال انه من الحزب الوطني. ايضا غياب بدران عن الاتفاق بين باعتباره رغم انه رئيس الحزب عن اتفاق العوده بين دعم مصر وبين الحزب، واختفاءه بشكل كامل، والتصريحات ومنعه من التصريحات، عدم تصريحه لاي خبر الا امس. حتى القرار اللي طلعوه امس بعوده اشرف رشاد رئيسا للهيئه او رئيسا للهيئه البرلمانيه للحزب، تم توقيعه بيوم 16/6/2016 ومعي نسخه من هذا القرار، رغم انه اول امس كان 16/1 وليس 16/6. طيب انا معلش انا عشان وقتي انا بشكركم صفوت عمران رئيس قسم سياسه جريده الجمهوريه، الاستاذ احمد سامي متحدث باسم حزب مستقبل وطن، احزاب بيحصل فيها امور لابد ان احنا ايضا يعني نشوف ايه ماذا يحدث داخل هذه الاحزاب. اخيرا صفحه الرئيس السيسي في تقييم لاحدى كبرى شركات الابحاث والعلاقات العامه بيرسون مارستيلر، قيمه الصفحه انها واحده من أكبر ست، جات في المرتبة السادسة الحقيقة من الأكثر تداولا والأكثر يعني تفاعلا في العام يعني منذ صدورها، والحقيقة أنه هم رتبوا الترتيبات. لو معانا يا جماعة، لا لو معانا الورقة البيج الثاني اللي فيه ترتيبات الصفحات المختلفة. طيب ترتيبات الصفحات المختلفة بيتقدمها طبعا صفحة الرئيس باراك أوباما، وبعد ذلك رئيس وزراء الهند، لا برضو مش نفس دي، الأول رئيس باراك أوباما ثم باراك أوباما ثم رئيس وزراء الهند ثم مجموعة من الشخصيات، ويأتي الرئيس السيسي في المرتبة السادسة، تأتي بعدي كوين رانيا ملكة رانيا ثم الشيخ محمد بن راشد والوايت هاوس وشيخ محمد بن راشد، دي الرئيس السيسي ثم ملكة رانيا وشيخ محمد بن راشد، وفي بقى الوايت هاوس وفي صفحات أخرى من الصفحات اللي الأكثر تفاعلا في المنطقة أو في العالم الحقيقة. يعني في المقدمة صفحة باراك أوباما ثم رئيس وزراء الهند، دول أكبر صفحتين عليهم تفاعلات، والحقيقة دي صفحة حديثة جدا، يعني صفحة باراك أوباما بقالها أهو 6 سنين من ساعة ما تم تعيين أو انتخاب باراك أوباما رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن صفحة السيسي بدأت يعني منذ فترة قليلة جدا وتخطى عدد متابعينها 6 ملايين متابع. خلونا نخرج فاصل نشوف هذا التقرير عن الحفر على كوبري 6 أكتوبر، وإحنا الحقيقة مهتمين جدا بموضوع الحفر ده، وده مش أول تقرير، ده يمكن سادس تقرير نعمله عن الحفر والحفر لسه معانا، فإحنا الحقيقة بنحس إنه يعني الحفر دي في بينا وبينها عشرة، فربنا لا يعني ما يشيلهاش من عندنا خالص، ان لو اتشالت الحفره ممكن حد يتوه، ممكن حد ينزل منزل غير المنزل ده لان هو معلم المنزل بالحفره، فالحفره والفواصل الحقيقه علاقتنا بيهم علاقه حميمه جدا. الحفر على كوبري 6 اكتوبر وبعد كده نخرج فاصل والمشروعات الصغيره والمتوسطه. الطرق
عندنا في مصر بتتميز بميزة تنافسية كبيرة جدا. طبعا نحن نختلف عن الآخرين تماما بمطباتنا وفواصلنا وحفرنا العظيمة، والمواطن عندنا بس يطلع من نقرة ينزل في دحديرة حتى أعلى كوبري أكتوبر أهم محاور القاهرة. الحفر أخطر حاجة ممكن تكون موجودة في الطرق، حتى الطرق بيبقى طريق من السفل لسه معمول جديد ونبص نلاقي فيه حفرة كده نزلت مرة واحدة. ممكن تعمل حوادث في بعض المناطق فيها فواصل وحفر كده في الكوبري، مفروض دي انها تتصلح او تترمم. يعني النازله بتاعت شارع رمسيس على الشمال في حته فاصل بقاله اكتر من حوالي 3-4 سنين، ده لو خدت انا على بطيء لازم يكسر سيستم. الكباري دي مفروض بتتعمل يبقى ليها صيانه دايما من غير الصيانات دوس. وطبعا قبل ما تفكر تسوق او تستخرج رخصة القيادة لازم كمان تتعلم حاجة مهمة جدا، لازم تحفظ اماكن الحفر والفواصل المتهلكة ويتعديها يتلبس فيها. لازم ان احنا نقدر عارفين هنا في مطب ناخد شمال، هنا مفيش مطب ناخد يمين كده. يعني واحد بيفادي مطب لبس يجي بتاع 6 عربيات في الوقت. الفواصل دي بتوقف السكه، بتكسر العربيات. انا حافظ المطبات بتاعت القاهره كلها، مش الفواصل بتاعت الكباري بس. في ناس مش عارفه المطبات، ممكن الواحد ياخد مطب ولا حاجه، نغير المساعدين، نغير علبة دوكسون، اي حاجه في العفش بتاعها طبعا بيحصل فيها تلفيات طبعا بالنسبه للعربيه. تآكل الفواصل اعلى كوبري اكتوبر مشهد اتعودنا عليه كتير رغم مناشداتنا الكتيرة للمسؤولين بإصلاحها، لكن ودن من طين وودن من عجين، ويفضل المواطن دايما الضحية. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. قد كلفت البنك المركزي باستغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامجا شاملا ومتكاملا لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قروض ميسرة بفوائد لا تتجاوز 5%، هذا هو البرنامج الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الشباب المصري في مسعى لمحاصرة البطالة والقضاء على مشكلات الشباب الذي يعاني من عدم تأمين مستقبله، وصارت المقاهي والكافيهات هي سبيل البعض منهم. ده مشروع عظيم للشباب، يفتح فرص عمل جديدة للشباب. ما اظنش ان في بنك ممكن يقدر يقدم قرض بفايدة 5% حتى للشباب بالضمانات اللي هو بيطلبها. اكيد ممكن اقدم طبعا، لان دي حاجة كويسة بالنسبة لنا كشباب، دي حاجة مفيدة لنا جدا وهتساعدنا في حياتنا كتير. لو في صالحي وان انا هقدر افيد نفسي ما يبقاش عبء عليا ان هو يضرني بعد كده، اكيد هسعى لحاجة زي كده. قرض زي ده بيسهل على الشباب ان هو يقدم على قرض، هو مرتاح نفسيا، عارف ان الفايدة بتاعته قليلة. برنامج القروض الجديد سيضخ 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط، يوفر 4 ملايين فرصة عمل وبدعم من جميع البنوك المصرية، غير أن حاجز الثقة وإرث الماضي ربما يقف حائلا لإقدام معظم الشباب على البرنامج الجديد. أنا أتمنى أن ألاقي وظيفة، مش عايز قرض، انا مش عايز استلف، انا عايز اشتغل واخد فلوس. حال البلد ما يشجعش على اي مشاريع، ولو عملت مشروع هتبقى محتاج سيوله جامده، فما بفتكرش ان قرض هيساعد قوي. يعني الشباب ممكن ان هم يسالوا يعني الفائده ديت هتبقى كل قد ايه مثلا، هل فيها زياده، هتزيد الفائده. يعني ما نعملش بس القرض، نعمل القرض ويبقى في عوامل تساعد الشباب للموضوع ده. يعني مثلا توفير بيئه مناسبه للمشروع يتعمل. برنامج يعكس اهتمام القيادة السياسية بشباب مصر الذين يمثلون أكثر من 60% من جملة عدد السكان، فضلا عن أنه يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محور اقتصاديات دول العالم المتقدمة. طارق أحمد، هنا العاصمة. اهلا بكم من جديد. مبادره المشروعات الصغيره والمتوسطه، والحقيقه ان احنا سمعنا عن مبادرات كتيره للمشروعات الصغيره والمتوسطه، دي مش اول مبادره، يمكن دي اكتر مبادره كونكريت فيها ارقام، فيها فلوس، فيها يعني مش توجيهات ولكن فيها تعاون مع القطاع المصرفي اللي هو القطاع الاهم، ده القطاع الاهم الذي يجب ان يحرك الاقتصاد. لكن هل هذه المبادره هتلاقي اثر في التطبيق؟ كان في مبادرات قبل كده البنك المركزي الحقيقه لا علاقه بالتمويل العقاري، لكن اصطدمت بعدم وجود عقارات، ما فيش منازل كافيه، البيروقراطيه قاتله جدا، وبالتالي هذه المبادره ما جابتش نتيجتها اللي كان مرجو منها. هل مبادره المشروعات الصغيره والمتوسطه يمكن النهارده انها
يعني تجد طريقا افضل. خلوني بس قبل ما اقدم ضيوفي اقول ان النهارده الرئيس كان بيلتقي بالسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد هاني ادري وزير الماليه، والسيد طارق ابيل وزير الصناعه والتجاره، وكان في عدد من الموضوعات منها وفي مقدماتها موضوع المشروعات الصغيره والمتوسطه، وايضا طرح فكره طرح بعض أسهم أو أجزاء من أسهم البنوك الناجحة وبعض المشروعات من قطاع الأعمال الناجحة يمكن أنها تطرح، بتروكيميكلز وغيرها يمكن أنها تطرح في الأسواق، أسواق المال، وذلك للتمويل كزيادة رأس مال. أنا عارفة أن كلمة خصخصة مزعجة بالنسبة لناس كتير وعندهم حساسية منها، فسموها بقى زيادة رأس مال، سموها تامر، سموها محمد، سموها أي حاجة، المهم يعني أن الطرح ده للحصول الحصول على التمويل والاستفادة من سوق المال. كان المفروض تكون معنا الدكتورة عبلة عبد اللطيف بس هي برضو في الرئاسة لسه، فربما تلتحق بنا لاحقا. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأستاذ منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، والأستاذ خالد عبد القادر مدير مايكروسوفت مصر. أهلا بيكم يا أساتذة. أستاذ منير، ده عندي قلق أنه هذه المبادرة تبقى زي مبادرات أخرى لا يمكن تنفيذها، يعني ما فيش أمبريلا واحدة بتجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي إحنا بنتحول لقروض متناثرة لا تحقق فكرة أن يبقى فيه كلاسترينج، يبقى فيه استهداف لمناطق معينة. تمام، هنتكلم فيها، بس لو أذنتي الأول أنا أحب في البداية أكد على قوة الجهاز المصرفي عندنا الحقيقة. يعني عندنا جهاز مصرفي متماسك من أقوى القطاعات الاقتصادية اللي بتؤدي. شفنا القطاع المصرفي عدى ثورتين، عدى قبلهم أزمة العالمية، متماسك، بل بيساند بعض مؤسسات الدولة في القيام بدورها إلى تجاوز الفترات الصعبة. إحنا القطاع المصرفي بتاعنا بيضارع قطاعات مصرفية كتير في الدول الغربية، بل أفضل من بعض الدول من حيث مؤشرات النسب المالية ونسب السيولة بتاعتنا. القطاع المصرفي كله على بازل 2، تطبيق أفضل التقنيات المصرفية العالمية، القواعد المحاسبية على IFRS، قواعد الكلاسيفيكيشن بتاع الديون المتعثرة، فعندنا تقنيات مصرفية على أعلى مستوى. وشفنا ده وشفنا انعكاسات الكلام ده على السوق الحقيقة. زي ما حضرتك قلتي حصل قبل كده عده مبادرات يمكن للاسهم ويعني ما قطعتش الخطى اللي كانت بتنتظر منها. اللي هي كان في اسباب طبعا لده. في السابق كان البنوك يمكن منشغله ببعض قطاعات اخرى وكانت شايفه يمكن إن منشغله باذون الخزانه. لا والله يعني برضو جزء كبير في اللارج كوربريتس والمالتي ناشونالز كده كان واخد جزء كبير برضو بالحقيقه من اهتمامات البنوك. النهارده الوضع بيختلف. في السابق برضو كان في عقبه كبيره جدا اللي هي النواحي المؤسسيه، عقبات مؤسسيه، لان قطاع الشركات الصغيره المتوسطه يمكن قطاع يعني مش نامي قوي، بالتالي مساله الثقافه الماليه ما كانتش موجوده، القوائم الماليه، الميزانيات، خطه العمل والحاجات دي كلها. النهارده احنا بنحاول ان احنا نلاقي تقنيات مصرفيه مستحدثه لقياس الجدارة الإجرامية بتاعت الشركات دي من غير ما نروح بالأسلوب التقليدي الكلاسيك البانكينج أبروتش ونقول عاوزين نشوف قوائم مالية 3 سنوات معتمدة من مراقب حسابات ونشوف. لازم نلاقي حلول بحيث ان احنا نقدر نقيس الجدارة الائتمانية ولو مرحليا، لانه في النهاية الشركات دي بعد اول سنة وتاني سنة لازم تتعافى ولازم تحاول ان هي تحسن من النواحي المؤسسية عندها عشان تدخل الاقتصاد الرسمي بعد كده وتبقى مور بانكابل وتقدر ان هي. بس احنا بنتكلم على مشروعات استاذ منير، مشروعات لسه مبتدئة لا هيكون عندها الحاجات السوفيستيكيتد اللي انتم بتطلبوها دي، وهو ده الهدف ان احنا نشجع شباب ونشجع تشغيل على مستويات صغيره جدا وصغيره ومتوسطه. ما ده اللي انا بقوله يا فندم. واحنا في بنك القاهره كان لنا تجربه قويه جدا لها اكثر من 10 سنوات، ما بنشتغلش في البدايه بقوائم ماليه، بنشتغل على سكورينج سيستم، بنشتغل على حاجات مبسطه، بنشتغل على حاجات بنسميها كرايتيريا، يعني بنسلف بقدر من المعايير. يعني احنا في بنك القاهره بنبدا في القروض اللي هي متناهيه الصغر بالبطاقه الشخصيه. بيبدا من 10,000 جنيه قرض. بتتدرج المتطلبات لما يوصل ل 25,000 نطلب سجل تجاري. حاجات مبسطه جدا وبيكبر. والمحفظة جيدة جدا والأداء والتحصيل يعني من أحسن ما يمكن. كم نسبة التمويل عندكم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ نسبة احنا وصلنا دلوقتي لمليار و400 رصيد القائم، وعندنا 7 مليار تراكمي يعني تمت خلال السنوات اللي فاتت. في خلال السنوات دي قدرنا اننا يعني نحسب
وفرت حوالي 700,000 فرصة عمل، لأن فرصة العمل في المتناهية الصغر بتبدأ من 10,000 جنيه. في الاس ام اي الصغيرة والمتوسطة بتبدأ من 25,000 جنيه. في المشروعات الكبيرة فرصة العمل بتبدأ من 150,000 جنيه استثمار. وده مباشر. نسبته كام من المحفظة بتاعتكم؟ احنا عندنا المتناهية الصغر نسبتها من المحفظة حوالي 5%. يعني صغيرة برضه. معقولة. واحنا وبدأنا بمنتجات الصغيرة والمتوسطة. وبدأنا بمنتج الصغيرة والمتوسطة عندنا حوالي 2 مليار اللي هي بتشكل حوالي برضه 5% أخرى من المحفظة. بس أنا بقول الحقيقة إن مبادرة البنك المركزي هتحقق حاجات مهمة جدا، أما إن دلوقتي بقى عندنا نسبة إلزامية اللي هي 20% نحققها خلال أربع سنوات. فدي حاجة كويسة ما كانتش موجودة، يعني دول كتير في الاقتصاديات الناشئة عملت النسبة الإلزامية ونجحت فيها الحقيقة. فدي النقطة الثانية. النهاردة التعليمات الرقابية كانت بتقول في السابق إن يجب يكون في قوائم مالية وميزانيات لا ده مش موجود دلوقتي. التعليمات الرقابية نقدر نبتدي بدون ما يكون في قوائم مالية بمجرد سكورينج سيستم وبعض تقنيات مصرفية لأول سنة، ولازم احنا نشجع الشركات دي في المستقبل ان هي يكون عندها قوائم مالية وتظبط الكي واي سي والنواحي المؤسسية بحيث تدخل الاقتصاد الرسمي، وجوه الاقتصاد الرسمي يبقى بعد كده اكتر اتساقا بحيث يبقوا شركات كبيرة. طيب اسمح لي بس اتوقف هنا قليلا واروح لخالد ونسأل على مايكروسوفت. كان في اجتماع بين رئيس سيسي وسي او مايكروسوفت، وده من الاجتماعات النادرة يعني انه سي او مايكروسوفت يجي لمصر يشوف الاوبريشنز. ايه اللي انتوا بتقدموه في مجال الاس ام ايز من مايكروسوفت؟ واحنا طبعا مجال الاس ام ايز احنا باصين له بصوره استراتيجيه جدا جدا، لان هو احنا شايفينه قاطره للتنميه الاقتصاديه. ويمكن لو تم في اطار مظبوط، يمكن حضرتك اشارتي الى ان في مبادرات كتيره جدا موجوده للاس ام ايز، وهنتحول لمجرد ان احنا مدين قروض في اماكن كتيره وعايزين نعرف السكسس ريت بتاعها او هنقدر ننجح في تشغيل او تنميه اقتصاديه ازاي. فكانت نقطة من النقاط اللي تم مناقشتها طبعا، وكانت فتحت عن طريق سيادة الرئيس، ازاي نقدر نوجه التنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة عشان يبقى نسبتها من الناتج القومي نوصل بيه ل 10% 20% في السنوات القليلة القادمة. واتكلمنا على ايه اللي المفروض احنا نقدر نعمله كشركة. طبعا احنا باصين لمصر على انها بلد حيوية جدا استراتيجية جدا، يمكن من 25 يناير لغاية النهاردة احنا يعني مؤمنين جدا بالبوتنشل اللي موجود في البلد والقوة البشرية. يمكن دي نقطة أثيرت كتير جدا في الاجتماع في وجود السي او على القوة البشرية للمصريين، وازاي نقدر نحاول القوة البشرية دي تبقى قوة منتجة تؤثر في الاقتصاد. يمكن مبادرة الشركات الصغيرة المتوسطة يمكن دي مبادرة مؤسسية ابتدت يمكن بتوجيه من مؤسسة الرئاسة عن طريق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وابتدت المبادرة برضو عن طريق وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية، ازاي نقدر نشارك كلنا مع بعض عشان تطلع مبادرة كاملة. وفي اللحظة دي احنا بصينا على ايه اللي موجود عندنا نقدر نبيل دونت، وبصينا ان في مبادرة كان اسمها انطلق، وخدنا مبادرة انطلق، وفي مبادرات تانية مثلا في وزارة التنمية المحلية مشروعك، في مبادرة تانية طبعا في وزارة الاتصالات لتشجيع الشركات الصغيرة المتوسطة. المشكلة اللي احنا كنا بنقابلها ان حركة الشركات الصغيرة المتوسطة عندها شوية حاجات صعوبات. الصعوبات مش مادية بس على فكرة. يعني واحد من الشباب قال انا مش عايز قرض. هو قرض مهم جدا، الحصول على تمويل نقطة مهمة، ولكن في الاول عندنا صعوبة في الحصول على التنمية البشرية نفسها للشباب. اتنين، ان احنا ازاي نقدم استشارات فنية ومالية وقانونية. تلاتة، ازاي نقدم استشارات تسويقية. اربعة والاهم، ازاي اقيم الفكرة. ان انا النهاردة في سايكل كاملة لادارة الشركات الصغيرة المتوسطة، من اول واحد عنده فكرة، بعد ما عنده فكرة ابتدى عايز ينشئ شركة فعايز دراسة جدوى، عدى بدراسة الجدوى ابتدى خد نواحي تمويلية، تعامل مع الحكومة في تراخيص كتيرة، تعامل مع شركات قطاع خاص وقطاع عام، وابتدى يقدم يبقى عنده شركة. في اللحظة دي ممكن ينجح وممكن يتعثر. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا من البرامج اللي بتتعامل مع الشركة اللي بتنجح والشركة اللي بتتعثر. ففي البرنامج المبادرة ازاي نتعامل مع الشركات اللي بتتعثر، وفي كمان مبادرة ازاي نتعامل مع الشركة اللي بتنجح عشان نكبرها، ازاي نفتح لها اسواق، ازاي نديلها برامج تدريبية تسويقية. يعني اشرح لي بالظبط هتعملوا ايه، يعني انتوا في مايكروسوفت هتعملوا ايه؟ احنا طبعا هننشئ بوابة او منصة. المنصة دي بيقدر فيها كل الشركات الصغيرة المتوسطة أو الشباب في مصر بالكامل، واحد عنده فكرة
بيقدر يسجل نفسه على منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. أول ما بيخش بيحصل له تقييم لفكرته. التقييم ده بيتم عن شخص ممكن يتكلم معاه، فيبقى عنده استشاري بيقعد يدير معاه حوار يقيم الفكرة، وبيخش في مجموعة من التولز اللي بتؤدي عن طريق الفيرتيكلز اللي بتشتغل فيها تقول لنا الفكرة دي جيدة ولا لا. هل لازم الأفكار دي تكون لها علاقة بالتكنولوجي عشان انتوا شركة مايكروسوفت؟ لا خالص، وده اللي بيجي الدور، لان هي زي ما قلت حضرتك دي مبادرة مؤسسية بتشارك فيها قطاعات كتيرة جدا من الدولة. فدخل الفكرة، فكرة جيدة. طب اي فكره يعني انا عايز طاقه متجدده، انا عايز اشتغل في حرق القش الرز وعايز احوله لحاجه، انا عايز افتح مصنع، عايز افتح اي نوع من انواع الافكار مهما كانت تجاريه اجتماعيه اقتصاديه. المهم ايه بعد ما بيقيم الفكره؟ طب انا عايز اعمل دراسه جدوى عشان يوم ما اروح للبنك بتاعي او بطلب القرض يبقى عندي حاجه بتعضد الكلام ده. الشباب للاسف مش لازم كلهم يبقوا مؤهلين وجاهزين ان هو يعمل الكلام ده. احنا بنديله تنميه بشريه وبنديله من البرامج التدريبيه يساعده ازاي، وشويه تمبلتس مختلفه يبلد ازاي دراسه الجدوى. بعد ما بيعمل دراسه الجدوى بياخد التمويل. طب انا حصلت على تمويل، محتاج دلوقتي مساعده ان انا افتح اسواق، ان انا اقدر اعمل اوفرنجز، يبقى عندي منتج ايا كان ايه المنتج، سواء المنتج ده سلعه او خدمه او المنتج ده قيمه مضافه، ازاي اوصله في اسواق. عندهم صعوبه كانوا يطلعوا ريجنلي يعني على مستوى احنا مثلا في قطاع تكنولوجيا المعلومات عندنا حظ اوفر، في شركات كتير بتصدر بتدر عمله صعبه. كان حاجه من الاجتماع برضو يمكن دي لفتت نظرنا كلنا في الاجتماع مع سياده الرئيس، ان هو قال ومن الواضح ان هو مدرك ايه القطاع بتاعنا شغال ازاي او شايفه ان هو مجال جيد للتنميه، قال انا عايز مايكروسوفت تساعد ان احنا ننمي الاقتصاد الداخلي، وان انا عايز اطلع بشباب مصر ان واحد يبقى عنده فكره يعمل شركه، الشركه دي تكبر بعد كده تقييم الشركه هو اللي يجيب لي المليارات. فاقدر ليه انا ما بقاش شركات زي شركه علي بابا في الصين، انا الشركه دي ببليونز. احنا ادينا مثال واتساب، واتساب ده 19 واحد ب 50 مليار دولار. في شباب النهارده قابلناهم في الاجتماع مع ساتيا وقبلها عندهم افكار النهارده يقدر جدا ينشئ شركه، والشركه دي ما بتكلمش على تكنولوجي، تتكلم على مجالات طبية، تتكلم على مجالات اقتصادية. هدفنا من ده كله ان احنا في الاخر يبقى عندنا بلاتفورم بنقدر نتبادل فيه التجارة الالكترونية. لان انا لو النهاردة بقى عندي 500,000 شركة اونلاين، واحنا على فكرة الطلب مننا برضو ان الموضوع يبقاش اونلاين بس، لازم يبقى اونلاين ولازم فيزيكال، لان مصر مش كلها اونلاين. فين اسيوط؟ فين القليوب؟ طبعا يعني هرجع لك تاني للتفاصيل. ده مهم جدا، المشروع اللي انتوا بتعملوه هناخد عملوا لنا دراسه الجدوى او راحوا مثلا عند مايكروسوفت او عند هو ايفر وعملوا خدوا دراسه الجدوى او خدوا التمبلتس وجم عند حضرتك ياخدوا القرض. هل اولا يعني دلوقتي تنفيذ القرض اللي هي قروض اللي هي ب 5% هل بدات ولا لسه؟ بدات بالفعل، وقال عليه الاستاذ خير بتفق مع كل اللي هو بيتكلم على ستارت اب. ستارت اب طبعا بيكون يعني ترتيباته الائتمانيه لها متطلبات اكتر شويه من المشروعات القائمه اللي هي اوريدي عندها انكم وعندها اسواق، خصوصا اذا كان لسه زي حضرتك ما ذكرت الانتاج بتاعه مش واضح هيكون في تيك اوف اجريمنت اور وات. انما بدانا في ناخد ستارت اب، والستارت اب الحقيقه كان من ضمن العقبات اللي موجوده ان ما كانش فيه كريدت انشورنس جرانتي. النهارده ده موجود في استاذه لبنى هلال نائب سياده المحافظ بتشرف على شركه ضمان مخاطر الائتمان المصرفي، ففي حلول بنكيه بالنسبه للكريدت انشورنس حتى على الستارت ابس، فده هيساعدنا جدا كمان. انما اللي نتفق عليه ان لازم اي مشروع يبقى بانكابل، يبقى بانكابل بمعنى ان تبقى الفكره جيده، يبقى في نسبه راس مال، يبقى في اداره عارفه المنتجات بتاعتها، عارفه اسواقها، عارفه هتستكمل دوره النشاط بتاعتها ازاي الى ما تحول تاني الى كاش وهكذا. فطبعا انا بتفق مع كل اللي قال. انما في نقطه يعني سمعناها من خلال يعني الشباب اللي علقوا، ما شفتش ان في روح انتربرينوريال شيب كافيه، لازلت شفت ان في عزوف عن ان الناس يبقى عندها روح المبادره وتوعي المشروعات، لا عاوزين نكتفي بالوظيفه. الثقافه دي موجوده محتاجين نغيرها الحقيقه. لا والنهارده المجال مهيئ، لان البنوك النهارده اصبحت بتدي 5%، ده كان من ضمن المعوقات الانترست ريت، النهارده 5% بشوف انها مساله مشجعه جدا.
العقبات اللي كانت موجوده بالنسبه للميزانيات والمتطلبات بنحلها بسيمبل بحاجات مبسطه جدا اللي هي السكورنج سيستم والكرايتيريا لاندنج، فما شوفش ان في عقبات، فلابد الشباب كله يتشجع. بس انا لسه مش شايفه امبريلا واضحه تحدد انا كدوله محتاجه اس ام ايز، يعني محتاجه سمول اند ميديوم انتربرايزز مثلا، انا محتاجه دلوقتي اشغل في اسيوط والمنيا وسوهاج مثلا المحافظات الاكثر فقرا، فانا محتاجه التشغيل هنا. فانا كنت اتمنى ان يكون في امبريلا واضحه تقول يا جماعه انا هعمل كلاسترنج لمشروعات، مجموعه مشروعات صناعيه مثلا في المنيا او في اسيوط او في سوهاج او في المنطقه دي، مثلا مجموعه من المشروعات لها علاقه بصناعه كذا او الاعمال اليدويه الكذا، او هو ده المشروع الصغير لما بيبقى جنب مشروع صغير تاني جنب مشروع صغير تالت، اولا بيخدموا بعض وبيبقوا صناعات مغذيه لبعض. اعتقد ان الامبريلا دي ناقصه، الامبريلا دي مش موجوده. ده مهم قوي، وده كنا بنناقش النقطه دي في البنك اللي هي الريتش اوت بتاع هذه الشركات، ان لابد ان يكون في قاعده بيانات بتعمل بلاتفورم لكم الشركات اللي هي موجوده في محافظات في مراكز مدن، واحنا كبنوك ما بننتظرش ان العميل هو اللي يجينا، لا احنا بنسعى واحنا نوصل للعميل بالزبط. وبالتالي لابد تكون المبادرات دي موجوده سواء من خلال الجمعيات المستثمرين، اتحادات الصناعه، الاجهزه المحليات سواء في هذه المدن، لازم يكون في حاجه واحده تتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده بالظبط، ده المطلوب، ان يكون في قاعده بيانات كامله لكل هذه المشروعات، واعتقد ان دي مش صعبه، وفي اعتقد في بعض الجهات خلال اتحاد الصناعات شغالين على الجزئيه دي. خالد، انتوا هتبتدوا امتى المنصه دي؟ احنا ابتدينا فعلا في التنفيذ، ويمكن باكد على كلام حضرتك، هو احنا في اكتر من شريك في المبادره دي. فاحنا عندنا طبعا البنك المركزي بالشريك اساسي والقطاع المصرفي بالكامل. عندنا شريك تاني هو الغرف التجاره والصناعه، غرف التجاره، وعندنا اتحاد الصناعات، وعندنا وزاره الاتصالات، وزاره التنميه المحليه. دول الشركاء اللي هم بيمتلكوا المبادره. حضرتك حطيتي ايدك على نقطه مهمه جدا، وهي قوه التنافسيه للاماكن الجغرافيه بتاعتنا في مصر. فلو افترضنا ان احنا عندنا دمياط عندنا قوه تنافسيه في صناعه الاثاث مثلا، احنا هنعمل ايه؟ يبقى حاجه تارجتد لدمياط علشان شركات صغيره ومتوسطه الاثاث، ودي اللي المبادره بتحطه، ان احنا هنكون قاعده بيانات. الحلم ان احنا يبقى عندنا في وقت قليل قاعده بيانات بتوصل ل 100,000 شركه صغيره. وقت قليل ده يعني قد ايه؟ احنا حلمنا ان من 18 ل 24 شهر يبقى عندنا 100,000 شركه شغاله بتحصل على سواء ستارت اب، بس هو مش ستارت اب بس، المبادره بتتكلم على شركات صغيره متوسطه قائمه النهارده. ان انا ازاي عندي شركه اقدر حجم اعمالها مليون جنيه وهو عنده قوه معينه ولكن عنده صعوبه تسويقيه، او صعوبه انه يوصل لاسواق، او صعوبه في منتج، او ان هو بيحصل على مواد خام مش بالسعر التنافسي نتيجه لعدم هو مش شايف قاعده البيانات دي. فلو عملت قاعده البيانات دي هقدر اعرف ان المواد الخام في صناعه الاساس فين، فاقدر ان انا ابقى عارفه فين، فانا يقدروا يتوصلوا ببعض. بالظبط كده. طيب قبل ما اخرج فاصل استاذ منير، ال 5% دي اعتقد ان البنك المركزي هيرفع عنكم الاحتياطي بتاع، بالظبط كده، بحيث انها تحدث الاثر المحاسبي اللي في النهايه بتقف سعر القرض 5%. هل هيدعم جزء من الفايده في اعتقد الصغيره والصغيره جدا؟ بالظبط كده، اندايركتلي من خلال يعني الريبيت بتاع نسبه الاحتياطي القانوني. بس من خلال الاحتياطي القانوني، ولكن مش دعم اخر، هو بس الجزء ده. وده كافي لانه في النهايه احنا عايزين الاثر المحاسبي اللي بيخلي العائد 5% على القروض. النهارده تقرير موديز كان بيتكلم على انه مع الاهتمام بالصناعات الصغيره المتوسطه ان ده ممكن يؤثر على الموقف الائتماني والمواقف المراكز الماليه للبنوك المصريه، هل هذا صحيح؟ مش صحيح، ما اتفقش معاه قوي، لانه البنوك المصريه عندها الانكم ستريم متشعب جدا، يعني فيري دايفرسيفايد، عندنا اجزاء مصرفيه، عندنا كوربريت بانكينج، عندنا خدمات، عندنا تري، في حاجات كتير جدا. فالدفع بانه تقليص حجم المحافظ في التجزئه المصرفيه هياثر على البنوك، ده ما اتفقش معاه. واحنا في بنك القاهره الحقيقه من البنوك اللي يعني قطعت مشوار كبير في التجزئه المصرفيه، انما بقول ان لا، في تشعب كبير في المنتجات المصرفيه. بس من 5 ل 20
كتير يعني من 5 ل 20. انا هنا بتكلم بانكينج بقى، من 5 ل 20، من 5% لنسبه قروض صغيره ومتوسطه ل 20% طبقا لموديز، ده ممكن ياثر على مراكزكم الماليه. الحقيقه لا، لان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنعتبر الاس ام اي ده منتج اضافي. الميزانيات عندها ايرننج باور لكافه مشتملاتها ولكافه القطاعات الاخرى اللي بنشتغل فيها. القطاعات الاخرى مستمره زي ما هي، جايز نسب النمو تبقى اكثر تركزا في المستقبل في الاس ام اي، والاس ام اي النهارده برضو عنده هامش ربح معقول بالنسبه للبنوك، فما اشوفش ان لها اثر كما ذكر في ريبورتس، وهم لسه مدينا ريتنس كويسه الحقيقه النهارده. لكن سؤالي بقى، ما انزعجتوش بصراحه كقطاع مصرفي من هذه المبادره وحسيتوا انه ايه ده، كده ارباحنا يبقى فيها مشكله؟ لا الحقيقه انا كبنك القاهره سعدت جدا لانه المبادره فولينج ان لاين مع اللي احنا كنا بنعمله بقالنا سنوات طويله، وزي ما قلت لحضرتك احنا في متناهيه الصغر لنا اكثر من 10 سنوات من انجح المنتجات اللي اشتغلنا فيها، ومن اكثر هذه المنتجات ربحيه بالنسبه للبنك وفائده بالنسبه للمجتمع، فيها مسؤوليه اجتماعيه، فيها شمول مالي، فبشوف ان في جوانب كتير جدا بتتغطى من خلال الحاجات دي. اسمحوا لي نخرج فاصل قصير، بعد الفاصل هنواصل الكلام مع الاساتذه ونعرف تفاصيل اكتر عن منصه مايكروسوفت وتفاصيل اكتر عن بنك القاهره كيف تحصل على قرض ب 5% في للصناعات. احنا بنتكلم ايه، متناهيه الصغر معانا ولا متناهيه الصغر لوحدها؟ احنا بنتكلم الصغيره جدا والصغيره، متناهيه الصغر ده حاجه ابسط. بعد الفاصل هنعرف الارقام بالظبط، اللي هو الصغيره جدا والصغيره الحدود من كام لكام، تشغيل قد ايه، اعتقد ان لها كرايتيريا هنعرفها بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. اذا قروض الصناعات الصغيره والمتوسطه ده كلامنا في هذه الفقره بناء على مبادره المركزي والتي اعلنها السيد الرئيس فيما يخص 5% فايده على هذه القروض. استاذ منير، كنا بنتكلم على الكرايتيريا او التقسيمات للمشروعات الصغيره جدا والصغيره، هل انتم بتلتزموا بالتقسيمات دي؟ لا، هي التقسيمات مهمه الحقيقه تعريف يعني كل فئه من الفئات، والتصنيف اللي عمله البنك المركزي الحقيقه ده ماشي مع الاعراف العالميه اللي متبعه في كل بلاد العالم. طبعا يعني بيكون التركيز اكتر على الشرائح اللي هي الصغيره جدا والصغيره، باعتبار ان متناهيه الصغر لها البرامج بتاعتها واعتقد ان هي شغاله. المتوسطه بيبقى اكتر يعني الشركات بتبقى تعافت بدرجه ما وبتبقى مور بانك، بيبقى عندها قدر معقول من حدود الائتمان. الاكتر الحقيقه اهتماما اللي هي الصغيره والصغيره جدا، اللي هي بيوقعوا في التيرن اوفر بتاعها او حجم الاعمال من مليون الى 20 مليون. من مليون ل 20 مليون ده اللي هي الاثنين نفس التيرن اوفر، نفس الدخل او نفس احنا بنعتبرهم في نفس الشريحه اللي هم الصغيره جدا والصغيره، اللي هم حجم مليون ل 10 والثانيه مليون ل 10 ومن 10 ل 20 ومن 10 ل 20 بالظبط. لكن بيشغلوا كام؟ هل في تقييم بيشغلوا كام؟ التقييم ان هم بيشغلوا اقل من 200 عامل، ودي نسبه معه. طبعا نسبه العماله بتختلف حسب طبيعه الصناعه، يعني لو بنخاطب مصانع ملابس جاهزه بتبقى كثيفه العماله اكتر، لو بنخاطب معامل تحاليل يمكن العماله اقل على تيرن اوفر اكتر، فبتختلف حسب طبيعه النشاط. هل صحيح بنك القاهره بيدي متناهيه الصغر في فايده دلوقتي 34%؟ يا ريت يعني تو جود تو بي ترو. لا، الفايده على متناهيه الصغر حضرتك اقل من كده، اقل من 24%. لا، حوالي 2% كل شهر، والتيرن اوفر سريع جدا، والمنتج ناجح جدا، ومعدلات السداد جيده جدا الحقيقه. طب ما يعني برضه 24%. خلي بال حضرتك احنا بنحسبها بالشهر، والعميل المقترض بيحسبها بالشهر، لان دوره النشاط عنده سريعه. يعني لو بيعمل دوره نشاط واحده كل شهر بيعمل عليها 10% او 8%، بس ده كتير برضه، فبيكون الحقيقه ومتناهيه الصغر دي مش داخله في الـ في الـ في الكاتيجوري بتاعنا، او مش داخله في لا مش داخله حضرتك في الكاتيجوري، لا مش داخله في الخمسة في المية، لان كتير البنوك ما بيحبوش. لان الخمسة في المية لها متطلبات بالنسبه للمنح. اولا متناهيه الصغر بيبقى قرض لشخص بياخد بالبطاقه الشخصيه، وبتبتدي من الورش صغيره جدا للانشطه البسيطه، الناس اللي بيجيبوا مواد غذائيه ويبيعوها، فده نشاط يعني بيختلف. احنا بنتكلم على نشاط انشطه المؤسسيه،
بالنسبه للصغيره جدا والصغيره لازم تكون شركات مؤسسه لها سجل تجاري لها بطاقه ضريبيه، حتى لو في القوائم الماليه بتاعتها لسه مش مكتمله او محتاجه انها يعني 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 تكون يعني مدققه اكتر من كده. فالبنك المركزي النهارده بيسمح انها نبتدي اول سنه من خلال بعض مؤشرات ماليه، وبندعمها ببرامج ماليه زي ما قلت حضرتك بالنسبه للسكورينج سيستم، بحيث انه في السنوات المستقبليه بيبتدي الشركه تهتم اكتر بالقوائم الماليه. خالد، بالإضافة لهذه المنصة، مستقبل مايكروسوفت في مصر والمنطقة أخباره إيه؟ يعني احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا طبعا السوق ده سوق واعد جدا جدا، ويمكن احنا شايفين ان الستارت ابس في مصر او الشركات الناشئة الصغيرة يمكن ليها مستقبل كبير جدا. حضرتك لما تبصي على اكتر من شركة، يعني في شركة مصرية النهاردة ابتدت تفكر ازاي تقدم خدمات طبية للشرق الاوسط وافريقيا بالكامل، دكتور بريدج يمتلكها مصريين بالكامل، ابتدت تريس فاندز من بره مصر وجوه مصر بمليونز، عندها دخلة في سيريز تانية برضو هتريس فاندز. فاحنا شايفين ان القطاع ده هو نواة جيدة جدا ان احنا ننقل البلد في تنمية اقتصادية حقيقية عن طريق الشركات الصغيرة المتوسطة في القطاع الاي تي. ولكن هو الاهم ان احنا بنقول ان دلوقتي الشركه بتتكلم على البرودكتيفيتي، وان الانتاجيه هي العقل للتنميه الاقتصاديه او الانجن الموتور للتنميه الاقتصاديه. فاحنا شغالين على اكتر من حاجه، شغالين على مشاريع قوميه، بنتكلم عن مشاريع زي الصحه، حاجه زي وزاره الاستثمار، ازاي ننشئ يمكن موضوع الشباك الواحد وجبل عالي اتكلمنا عليه لسنين كتيره جدا. الكلام ده هيبقى على ارض الواقع بالتعاون مع جافي وزارة التجارة ووزارة الاتصالات. طبعا احنا كلنا بنحلم بيه بقالنا سنين، الكلام ده هيبقى شغال في خلال يمكن من 3-4 شهور هيبقى شغال، ومستنيين بس القانون. متفائل انت جدا يا خالد والله. لا ده سعيدة جدا بهذا التفاؤل بصراحة. ده احنا النهاردة كل الابليكيشن المطلوبة 4 شهور هتبقى up and running. اللي احنا يعني عايزينه انتوا في مايكروسوفت هتساعدوا في الابليكيشن ده. احنا داخلين بندعم بالكامل الجزء ده تحت تعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة وجافي وموضوع الشباك الواحد. الشباك الواحد، وده لازم يبقى فيه طبعا زي ما حضرتك عارفة تعديل في القوانين، وده اوريدي ده معمول فيه التعديل القانوني، المفروض هيطرح ان شاء الله وان هو يتحرك. فالمشاريع القومية في حاجات كتيرة، تحسين مناخ الاستثمار ده نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا. جزء تاني وده مهم جدا، بنتكلم على قطاع الصحة والتعليم، دول قطاعات خدمية المواطن المصري بيحس بيهم كل يوم، فاحنا شغالين مع فيهم. وجزء ثالث يمكن احنا بنتكلم عليه على حاجات بسيطة جدا لا تكلف شيء، ولكن بتأثر في حياة المصري بصورة غير عادية، زي التنسيق. تنسيق الراجل كان بيروح من أسوان يبات مع ابنه وقطر ليلي ويقف ويفقد إحساسه بوطنيته حتى. عملنا له القصة دي كلها أونلاين، مفيش واحد في مصر بيروح للتنسيق إلا أونلاين، كلفتنا مبلغ لا يعني لو أقول لحضرتك الرقم بالظبط حوالي 200-250 ألف جنيه بس. الفايل الواحد كان ثمنه 70 جنيه في 400 ألف طالب. بس الأهم من كده ان احنا ادينا للراجل الجميل الكريم البسيط اللي قاعد في اي حته في مصر، قاعد عمل لابنه وقدم اللي بيأثر، اهم حاجه في حياته ابنه يتعلم كويس، ما سابش شغله ولا ارضه ولا شركته، لا سهلت له حياته فخليته انسان افضل، انسان مش ما عندوش احساس بالكراهيه والصعوبات. دي الانتماء، وده الانتماء بيجي من الخدمات اللي وبيوقف الفساد طبعا. بيوقف طبعا. طب انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره، هاخد بسرعه جدا. عاطف من بني سويف، اتفضل يا عاطف. السلام عليكم. ازيك يا نبيل؟ وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل. والله يعني مبسوط قوي ان انا عرفت اوصل لحضرتك واتكلم حضرتك. اتفضل يا فندم. انا عندي مصنع في المنطقه الصناعيه في بياض العرب بني سويف، تمام؟ كنت واخد قرض من الصندوق الاجتماعي من 2012 او 2013. المهم ان انا حصلت لي يعني حادثه في المصنع واتحرق، تمام؟ فالمهم برضه ان انا بعت بيتي وبعت العربيه وبعت ممتلكاتي كلها، ووقفت المصنع تاني على رجليه، تمام؟ مفيش مشكله خالص. يبقى حصل ان الصندوق الاجتماعي حاليا دلوقتي عايز يقفل لي المصنع. لا ده بقى نرجع للصندوق الاجتماعي وانا هكلم الاستاذه سهى. حاضر. انا عايز حاجه واحده بس، انا عايز اقابلها بس. حاضر، هعمل لكم معاد. حاضر. حقك الذهول دي سهى، هديها رقم حضرتك، وهي الحقيقه سيده نشيطه جدا واكيد هتخلي حد يتصل بحضرتك. شكرا يا عاطف. ياسمين، اتفضلي ياسمين.
انا شايفه ان في وسيله يمكن تختصر شويه من الاجراءات او الستبس اللي هم بيعملوها مع المشروعات الصغيره والمتوسطه. فضل. هل في وسيله للتواصل مع المحليات او المحافظات وهم من الاول هم اللي يعملوا المبادره هم محتاجين ايه في المناطق بتاعتهم، فبالتالي يطرحوا هم المشروعات ويشوفوا مين جاهز ان هو يتقدم لها ويشتغل فيها ويفهم فيها، وبالمره ننشط نرجع تاني الخياميه والنحاسين والناس دي كلها، نشجع الصناعات اللي احنا قربت تنقرض بان احنا نشجعهم ان هم ياخدوا قروض ويرجعوا يصنعوا الحاجات دي تاني. طيب هخلي خالد يرد دلوقتي، بس هاخد محمد. اتفضل يا محمد. الو، مساء الخير مدام لمين. مساء النور، اهلا بيك. انا كلام جميل جدا، بس في الاخر لما تيجي تنفذ على الواقع هتلاقي بيروقراطيه بقى واقفه في وشك. يعني هتروح البنك هتبقى معاك الفكره، هيقول لك طب والله انا عايز الضمانات. طب انا لو معايا الضمانات دي، طب ما انا هتصرف ومش هحتاج البنك. في حين لو هو حد رايح له عشان يشتري سلعه استهلاكيه بيديله القرض وهو واقف. يعني لو انا هشتري عربيه من البنك، انا العربيه ممكن اخد موافقتها وكل حاجه يعني تاني يوم الصبح بالكتير قوي. وفي بعض البنوك دلوقتي حاطه موظفين ليها عند معرض العربيات اصلا عشان اساسا عشان يديك القرض. طيب يا محمد، هيرد عليك استاذ منير. هشام، وده اخر تليفون، اتفضل يا هشام. مساء الخير يا مدام لميس. مساء الخير. وسهلا بيكي بضيوفك الكرام. اتفضل. اهلا، معاكي هشام عيسى، مدير عام شركه التوكيل للاستيراد. اتفضل. ومدير عام شركه اربوتراج بالولايات المتحده الامريكيه للبدائل الاقتصاديه. اتفضل يا فندم. الحقيقه احنا فكرت بعد دراستي بره، فكرت ان افتح شركه في مصر هنا لاستيراد المعدات الثقيله وتوفير الالات للمصانع في مصر، ووفرنا جزء كبير من راس المال الذاتي. ولكن كان عندنا مشكله ان احنا عايزين نتوسع في راس المال بعد كده. احنا عدينا اول سنه ماليه، ففكرنا فكره الاقتراض، وده الشكل الطبيعي في تمويل الشركات. للاسف احنا واجهنا مشاكل كثيره جدا جدا في الحصول على التمويل ده من الجهاز المصرفي هنا في مصر او من البنوك. حتى كان في صعوبات في فتح حساب اعتماد على سبيل المثال، بالرغم ان ده الشكل الطبيعي للنوعيه دي من العمليات في السوق. فالسؤال هنا بضيوفك الكرام، ايه هي سبل الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي هنا في مصر، او ايه البرامج المتاحه للاقتراض؟ طيب. النوادي من الشركات. انا بشكرك جدا جدا على وقتكم. شكرا يا هشام. خالد، تحب ترد على اتفضل. طبعا بالنسبه للمحليات، احنا وزاره التنميه المحليه موجوده معانا وعندها حاجه اسمها مشروعك، الدور المبادره، لان المبادره من ضمنها الدور القانون او القرار بتاع البنك المصرفي ان احنا ننزل ب 5% في التمويل. دور المبادره انها بتلعب دور وسيط ما بين الشركه الصغيره والمتوسطه وجميع قطاعات في الدوله. فانا هعمل بري فاليديشن بالاتفاق مع البنوك عشان لما يروح للبنك الشركه الصغيره المتوسطه ما تاخدش وقت ونيسر على البنوك. لو احنا بنتكلم على المحليات هتاخد الطلبات او الفرص الاستثماريه من المحافظات ومن المحليات علشان يبتدي يعرضها على الشركات الصغيره المتوسطه. كل الرخص وكل الخدمات اللي بتتم سواء انا شركه قائمه او شركه لسه ستارت اب، هطلع عداد نور، هطلع ترخيص تجاري، عشان كده معانا اتحاد الغرف التجاريه، هعمل حاجه في اتحاد الصناعات، طب بطلع هعمل ارض مزرعه، طب ازاي اخد موافقه ان الارض دي تصلح لمزرعه دواجن. كل ده هيتم على المنصه دي، وفي نفس الوقت هيتم في المراكز اللي في المحافظات على ارض الواقع، هيبقى قاعد ناس بتقوم بالدور ده. استاذ منير، تحب ترد على موضوع؟ تمام. في خلفيه طبعا سابقه على فكره الائتمان، ان فكره الائتمان مبنيه على الرهونات والضمانات والحاجات دي كلها، وفي النهايه قد تنتهي بمساله غير موفقه. لا، النهارده الفكر ده اتغير كومبليتلي. احنا النهارده ما بنطلبش ضمانات، احنا بنقول يبقى قدامنا مشروع بانكبل، يعني مشروع فكره جيده وفي قدر من راس المال الملائم لبدايه هذا المشروع، ما فيش اكتر من كده. استعلام جيد، وده كل اللي مطلوب. بالنسبه للزميل اللي ذكر انه يعني طلب اظن يعني تعاملات او تسهيلات من البنوك ولم تلبى، يعني اعتقد ان احنا في بنك القاهره ويمكن البنوك العامه كلها والقطاع المصرفي كله، يعني انا اكون سعيد لو في يكون في اتصال ونقدر ان احنا نتعامل مع هندي رقم حضرتك. بس الخبر العاجل الان، انا الاهلي قد اطاح ب خوزييه بيسيرو. اطاح ما قلنا من الاول وبس ما سمعتوش كلامنا وقعدتوا تقولوا لنا. الاهلي اطاح بمجلس اداره النادي الاهلي، فسخ تعاقده مع خوزييه بيسيرو وكلف زيزو بقياده الفريق. هل معنا اتصال يا جماعه قبل ما نخرج؟ طيب
معلش الكوره مهمه جدا وانت عارف الاهلي بالنسبه لي انا مهم جدا بالنسبه لك انت مهم جدا. طيب الزميل ايهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير ايهاب لماذا اطاح الاهلي ببيسيارو؟ يمكن خلافات شديده هي في الرؤى الفنيه من الاساس اطاحت ببيسيارو وتم فسخ التعاقد معاه وتم تعيين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مؤقتا لحين البحث عن مدير فني جديد. لكن يعني لماذا وصلت الامور الى حافه الهواء؟ يعني وصلت للنهايه دي ازاي؟ هو راجل شخصيته قويه جدا ولكن في العند ما بيش عايز يلاعب اللعيبه اللي هو شايفها في نظره. لو تعلي صوتك بس يا هاب لو سمحت. اتفضل. زلاميس هو يعني بيعاند شويه في القرارات الفنيه خاصه مع جهاز الكره والكابتن عبد العزيز عبد الشافي وصدق انه فرض قائمة أفريقية معينة ما بيحبش يلاعب جون أنطوي تم إعارة محمد حمدي زكي والصفقات الجديدة للنادي الأهلي تكبد فيها ملايين كثيرة وكان جماهير النادي الأهلي عايزة تشوفها بشكل كبير ولكن كل هذه الخلافات وقبل مباراة الإسماعيلي قمم على بعض الأمور الخاصة فضلا عن يعني وجود بعض العروض الخاصة لبسيرو من دول الخليج دي اللي خلته يعني يوصل لطريق مسدود مع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي قرر في جلسة عاطفة اليوم على مدار 4 ساعات الإطاحة ببسيرو وتعيين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا. هل ده له علاقة بفكرة حل المجلس وإعادة تعيين المجلس مرة تانية وطرح الثقة في المجلس والكلام ده كله؟ لا خالص يا زلاميز بعيدا ملوش علاقة خالص. هو حتى ملوش علاقة خالص وده مش الجانب الفني لأن الراجل يمكن ما كانش بيسمع كلام حد خالص ولا حتى حد من معاونيه ومتمسك بآرائه في بعض الآراء الفنية إلا على المرحلة اللي فاتت أثبتت فشلها خاصة مشاركة صالح جمعة اللي أكد أنه لعيب مميز كذلك عدم الدفع بأحمد الشيخ أو جون أنطوي والتمسك بلاعبين معينين من وجهة نظر ووجهة نظر فنية بحتة النادي الأهلي اداله الفرصة ولكن مع تصاعد وجهات النظر من الجهاز الفني المعاون ومن كابتن في شرط جزائي يا إيهاب في شرط جزائي الأهلي هيدفعه؟ طبعا في شرط جزائي بيبقى ولكن اعتقد ممكن يكون يعني الحل بين الطرفين لكن فسخ التعاقد ده يدي للمدير الفني الاجنبي الحق على الشرط الجزائي اللي بيكون في الغالب شهرين. هو رايح ماشي هو الجهاز الفني كله؟ هو طالما ماشي بيمشي معاه الجهاز الفني الاجنبي اللي معاه اللي ابنه هو معاه بقى والمحلل والمخطط والشله دي ابنه قلنا كده والله للاستاذ محمود طاهر قلنا الكلام ده. طيب ده مجلس المفروض ان هو محكوم عليه بالحل يعني مجلس في الجراي اريا يا ايهاب هل يمكن ان ياخذ مثل هذه الخطوات او الاجراءات؟ هو يسير حال النادي لان حتى الان لم يصدر قرار رسمي من وزير الشباب والرياضه بحل مجلس اداره الاهلي رسميا وقرار المحكمه لم ينفذ من قبل وزير الشباب والرياضه حتى هذه اللحظه وبالتالي اذا كان هناك طبعا ما كانش في قرار اتخذ وكان يحصل تجميد ولكن بالتالي هم موجودين في مكانهم حتى الان او دول قرار تعيين. بشكرك اياب الخطيب. خالد تحب تعلق على بيسيرو بما انك اهلاوي يعني؟ طبعا النادي الاهلي بالنسبه لي انا لعبت في النادي الاهلي سنين ومنتخب فطبعا اللي بيحصل حاجه بتحزنني جدا 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 واتمنى ان يبقى فيه قرار سريع جدا طبعا للقصه بتاعت المجلس وسحب الثقه والقصه دي كلها لان ده مش الوضع الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي. في حاجات كتيره انا شايف المفروض تاخد مسار مختلف تماما ولازم برضو نسمع لتوجهات كتيره داخل النادي النهارده الناس بتتكلم ازاي ناخد قرار سريع ازاي مين الناس اللي الناس الجمعيه العموميه حابه تشوفها لان الوضع مش ده صوره النادي خالص. انا فاكره لما سالت الاستاذ محمود طاهر معلش يا استاذ منير انا عارفه ان ده موضوع بره القصه لما سالت الاستاذ محمود طاهر قال لي مين مدرب تشيلسي كان اسمه ايه؟ قال لي مورينيو. قال لي احنا سالنا مورينيو. قلت له سالته مين يا استاذ محمود؟ قال لي سالنا مورينيو اذا كان مورينيو قال عليه كويس يبقى احنا يبقى حضرتك هتقولي عليه وحش؟ يعني مورينيو ماشي مورينيو وماشي بيسيرو بس ما مش هينفع لان حضرتك النهارده بتتكلمي على يعني النادي الاهلي ليه مسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه وطنيه ومسؤوليه رياضيه فلو انا مش حاطط النهارده حد بيؤدي لي الثلاث مسؤوليات دي صحيح. مش مجرد مسؤوليه اجتماعيه بس اعتقد انه قرار مهم لمجلس الاداره مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشكركم شكرا جزيلا. تحب تقول كلمات اخيره؟ احب الحقيقه برضو يعني بس تاتش بيس كده بره الكوره احنا في الاسم ايه سريعا بقى عايز بس اقول اهداف المبادره الحقيقه ان احنا طبعا لا شك انه في اي اقتصاد من الاقتصاديات الناشئه
اسهام الشركات الصغيره والمتوسطه لا يقل عن ثلثين الناتج القومي، يعني تبقى 66% من الجي دي بي لابد ان هي تتاتى من الشركات الصغيره والمتوسطه. ده موجود وبشوف موجود في مصر بدرجه كبيره جدا، خصوصا ان في الاقتصاد الرسمي وفي الاقتصاد الموازي او الاقتصاد الغير رسمي. التاثير المبادره هتعمل ايه؟ الشركات دي في السابق ما كانش عندها القدره انها تتاثر بالرفعه الماليه او تو ليفرج اب، وبالتالي اسهامها لمعدل التسارع في الجي دي بي ما كانش كان ضعيف. النهارده لما تكون الشركات دي بنمكنها من ليفرجنج اب ويبقى عندها الرفعه الماليه، ده هيساعد اكتر في الجي دي بي. النقطه الثانيه انه انعكاسات معدل النمو على المواطن، يمكن لما كان بيحصل ده من خلال الشركات الكوربريتس الكبيره والمالتي، المواطن بيقول انا ما تاثرتش ما استفدتش بايه، لا في الاس ام ايز وفي الشركات الصغيره ده هيكون اكثر يعني تاثرا على احوال، لان الشركات دي جوه صلب المجتمع وبالتالي كل انفاقها وكل يعني استثماراتها بينعكس على المجتمع وعلى الجهات المحيطه. انا بشكركم شكرا جزيلا. معلش وقت انتهى، بشكرك استاذ منير الزاهد رئيس بنك القاهره، استاذ خالد عبد القادر مدير مايكروسوفت مصر، وربما كان الخبر الاكثر اثاره اليوم هو فسخ التعاقد مع بيسيرو وتكليف زيزو بقياده النادي الاهلي. معلش هي كوره دايما تيجي في الاول. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.